ما هو قولك فيما هو منسوب إليك من أنك تقاضيت رشوة قدرها 195 جنيها و60 قرشا من المدعوة علي سيد أحمد؟ سيادتك كلمناها؟ نعم يا باشا، يا ابن الناس، ده ربنا يعرفوه بالعقل. اكتب الكلام ده سعادتك. استنى يا ابني، احنا لسه ما اتكلمناش ولا استاذ محمد. نعم يا فندم. انت هنا في نيابة ومتهم، وده تحقيق رسمي، لا في باشا ولا ابن ناس. معلش اعذرني، اصل دي اول مرة ادخل فيها نيابة. انما حضرتك يعني بتعود تيجي هنا كل يوم. السؤال، اتفضل، خدت رشوة ولا ما خدتش؟ لا طبعا ما خدتش. عندك دليل يثبت انك ما خدتش رشوة؟ اه طبعا يا فندم، دليل واضح. ايه 195 جنيه و60 قرش؟ ده يعني مبلغ بسيط قوي بالنسبة لوضعي. وانت عندك حد معين في مبلغ الرشوة؟ لا 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 يا باشا، انت هتودينا في داهيه ولا ايه؟ يا باشا انا اقصد يعني من خلال الواحد يعني بيشوفه في التلفزيونات وبيقراه في الجرايد ان الناس يعني بتاخد الوفات ملايين، شاليه صغير كده محندة على البحر، فيلا مش عارف في التجمع، مش عارف اللي فين. طب انا مش هبص يعني ل 195 جنيه و60 قرش، مش حتى 200 جنيه. يا باشا انا مش ههبل، انا عارف ان دي قضيه حكمها من 3 سنين ل 15 سنه. ممكن تكون الإجابة على قد السؤال؟ أنا لم آخذ رشوة قط في حياتي يا فندي. هو حضرتك تعرف ليش؟ لا والله ما أعرفكش. الأوراق اللي عندي بتقول إنك محمد عوني عبد الستار، موظف بالمعاشات. يا باشا ما بتكلمش عن وظيفة، وظيفة إيه؟ لا لا، أنا شاعر، شاعر وعندي اسمي، يعني اسم الشهرة بتاعي عوني البرنس. حضرتك ما بتعرفيش برضه؟ غريبة. أنا بتاع الفن الشعبي. شكلك يعرف، باشا يعرفني. باشا أنا باخد في الأغنية 3 و4، وأحيانا بطلب 7، وفي اليومين دول كلام كده مع نانسي وليسا يعني وهيفا وبتاع، فإن شاء الله هطلب 10، وكله مثبت في الإقرارات الضريبية. وعندي عمارة في إمبابة، الدور الأرضي عامل سوبر ماركت كده على قد يعني صغير، بيبيع جبن على زيتون على شوية حاجات مرمشات جيلي كولا، ونحاول بقى نرفع مستوى المنطقة سيادتك. ما تقول لي كده على أغنية من أغانيك، ومين اللي غناها؟ حاضر حاضر يا باشا، اقول لك على انهي واحده كده. في واحده لا بلاش دي. انا اللي عامل الاغنيه بتاعت لما الهوا عدى عليا، بتاعت مطربه حسيس. ما اعرفهاش. بس يا باشا اللي هي بتقول لما الهوا عدى عليا، هوا يا هوا يا هوا، ازاي مش بتعرفهاش؟ ولا عمري سمعتها. ده مغرقه الفضائيات والارضيات وموجوده على النت، اجيبها لك سيدي. يا حاضر. ما كنتش اعرف ان الفن الهابط بقى غالي بالشكل ده. بقى هنعمل ايه يا باشا؟ بس يعني اذا كان لما الهوا مش عاجبك، انا عندي حاجات تانية محترمة، بس بتاكلش عيش، حاجات سمبوزيوم شوية. ايه رأيك تسمعنا حاجة من السمبوزيوم ده؟ ازرق. هو ايه ده الازرق؟ خط النيل يا باشا، لان خط النيل ازرق، والقلم في الفصل ازرق، واما قال مقلوب وحطفح ركبوه البوكس الأزرق، ولبسوه في السجن أزرق، وختموا ختم النسر الأزرق. البنات القطر فاتهم بخ تحت عينيهم أزرق، واللي ضايعة تستخبى تحت ليلة هلس أزرق، والجميلة كي لا تحسد كان لابد من الفصل الأزرق. الولد لفلف ودخل، والولد لفلف ودخن، فخ كان دخانه أزرق، مص دمه ودار همه في بنطلونه الجنس الأزرق، ونقل حرام يرموه في مكان ما يعرفوش الجن الأزرق. يبقى إيه؟ يبقى ليه بقى الأحمر والأبيض لما هي لونها أزرق؟ كفاية كفاية. هي كده خلصت يا باشا. الرئيس بتاعك هو اللي شافك وانت بتاخد الفلوس، وهو اللي بلغ عنك. اوعى تقول لي حقد وكلام من النوع ده. لا 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 يا فندم، مش هقول كده خالص. لا لا، هو غير لي يا فندم. الكارثه كلها في مديري ده يا فندم، ولو في عدل فعلا يبقى هو المتهم مش انا. هسالك في النقطه دي، بس الاول عندي سؤال مهم. اتفضل يا فندم، تحت امرك، نيابتك ومكانك ومطرحك اسال يا فندم. اتفضل. رئيسك بيقول انه شافك وانت بتاخد مبلغ الرشوه 195 جنيه و60 قرش. كذاب، راجل كذاب، وانا اثبت لحضرتك انه كذاب. بس يا ريت بقى ايه، اكتب بقى الحته اللي جايه دي. اولا الفلوس كانت في ظرف، ازاي بقى هو عرف عددهم وهم جوه الظهر؟
وانت كده اعترفت على نفسك يا حضره الشاعر. استنى 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 يا ابني الله يسعدك ما تكتبش يا فندم. طب ما انا كمان ما كنتش اعرف الفلوس اللي جوه الظرف كام. انت بس طب اديني فرصه اشرح لك الحكايه من الاول. اتفضل اشرح. ربنا يكرمك. بص يا فندم، هي البنت دي حالتها تصعب على الكافر والله. لو قعدت جنب حيطه الحيطه هتبكي عليها. وبعدين انا زي ما قلت لحضرتك ان انا افهم في النفس البشريه كويس عشان انا شاعر يعني. قدرت كده برغم انها محتاجه الا ان عندها عزه نفس عاليه قوي قوي. قلت اساعدها اعمل اي حاجه يعني. رحت دابب ايدي في جيبه وفتح درج المكتب. لا يا باشا، انا فتحت درج المكتب الاول، طلعت ظرف ابيض، وبعدين ضربت ايدي في جيبي، خدت كل الفلوس اللي فيه حطيتها في قلب الظرف في الخباثه كده، ورحت مديهم لها وقلت لها بيفتحي في البيت. خدت الظرف وراحت خارجه وراحت فتحها في الطرقه جنب المكتب. لسه يا دوب انا هطلب شاي بحليب لقيت دي داخله من الباب متجننه ومتشعوذه، وراحت راميه الظرف في وشها قالت لي خد الفلوس اهي، خلص لي ورق واجراتي، انا عايز امشي دلوقتي حالا. مين بقى كان واقف؟ مين؟ البيه المدير بتاعي. وفجاه داخل زي المجنون وراح ماسك في ايدي والحق مرتشي الحق مرتشي الحق مرتشي. وبكده يا باشا يبقى لقى الحاجه اللي ممكن تخلصه منه. ويخلص منك ليه؟ عشان انا الوحيد اللي مش مرتشي يا فندم. والمرتشين اصلهم ما يحبوش واحد شريف يبقى وسطيهم يعني. زي لما مؤاخذه يعني العميان ما يحبوش حد مفتح ياكل معاهم. طيب سؤال. تحت امر سعادتك. بتقول انك حطيت كل الفلوس اللي كانت معاك جوه الظرف. حصل يا فندم. كان في معاك فلوس تانية؟ لا، انا حطيت كل الفلوس معايا في الظرف. امال كنت هتروح ازاي؟ عادي يا فندم، يعني زي كل يوم بتاكسي. تاكسي؟ وانت ما فيش معاك فلوس؟ ده سؤال انا ما كنتش عامل حسابه يا فندم. صحيح، او ما كنتش عامل حساب ان انا هروح. روح ازاي انا معيش فلوس وكمان بتاكسي؟ يا فندم هو التاكسي ده لا مؤاخذه هيوديني في داهيه، ده هيوديني تحت البيت، وتحت البيت في سوبر ماركت بتاعي في ناس شغالين تبعي بقبضهم. خد يد يا زيتونه حسب التاكسي، 1000 زيتونه تحسب التاكسي. ده اسمه كلام النبي عسى. لكن البنت قالت ان الفلوس رشوه وانك طلبتها منها. ما هي دي بقى الفزوره اللي دماغي مش عارفه تحلها. ربنا يقدر سعادتك وتحلها انت. عليا اجيب لك شاي؟ كتر خيرك يا بي. عاوز اطمنك ان مساله المعاش بتاعت المرحوم والدك هتخلص خلال 48 ساعه. ربنا يعمل فيه الخير. انت بتشتغلي ايه عليا؟ طالبه في الجامعه يا بي. كويس قوي. دي حاجه محتاجه منك تفكير عشان تقوليها؟ لا يا بي، انا اصلي بشتغل مرتين في الاسبوع عند واحده ست كبيره في السن، فما كنتش عارفه يعني بالظبط المفروض اقول لحضرتك اني طالبه ولا خدامه. على العموم هو سؤال روتيني ملوش لازمه، بس في حاجه عاوزك تعرفيها. لو كان في شخص منحرف وما عندوش ضمير طلب منك رشوه عشان يخلص لك اجراء المعاش بتاع والدك وانت دفعتيها، فالعداله موجوده وهياخد عقاب. ساكته ليه يا انسه؟ علي مش انسه برضو؟ انسه يا بيه. يا باشا انا اللي زي ما ينفعش تتجوز. انا اكبر اخواتي، واخواتي كلهم في مدارس، وام الله يعينها بقى بتغسل كليه، ولو بعدت عن اخواتي ساعتين يا يموتوا يا ينتحروا. عارفه ان الراجل اللي طلب منك رشوه ده صاحب املاك وعنده سوبر ماركت، وغير كده مؤلف اغاني، ورغم كل ده طلب انه ياخد منك رشوه وانت محتاجه اي قرش. انا لو مكانه كنت ساعدتك. ساعدت البيه؟ ايوه. الاستاذ محمد عوني راجل محترم. وهم المحترمين بياخدوا رشوه؟ وانا ايش عرفني اذا كانوا بياخدوا ولا ما بياخدوش؟ بس هو راجل طيب. ممكن. ممكن يبقى راجل طيب. وراجل طيب قوي كمان. في ناس طيبين كتير قوي بياخدوا رشوه. وانت قايله في التحقيق بتاع البوليس انه طلب رشوه وانه خدها. عشان اطلع براءة. ازاي يعني؟ مش فاهم. قالوا لي ان الرشي والمرتشي بيدخلوا السجن. لكن لو اللي دفع الرشوه اعترف على اللي خد الرشوه هياخد براءة. وانا مش حامل سجن يا بيه. أنا عملت إيه بس عشان أخش السجن بسببه؟ بس أستاذ محمد راجل طيب. اسمعي بقى، أنت ممكن تتسجني بجد بس في حالة واحدة. عاوزة تعرفيها؟ أعرفها يا بيه. إنك تكذبي وما تقوليش الحقيقة. الصراحة كنت صعبانة عليه، وكان بيعمل كل جهده عشان يخلص لي الورق بتاعي. كويس أوي. وكان بيعمل كل جهده عشان يخلص الورق بتاعك مقابل إيه يا أنسة عليا؟ مش مقابل حاجة يا فندم. الأستاذ محمد اداني ظرف مقفول وقال لي افتحيه لما تروحي. فتحته وأنا هناك.
لقيت في 195 جنيه و60 قرش. صعبت عليا نفسي، قلت هي مش حتى ابتدت ولا ايه، وانا لو مديت ايدي مره همد ايدي على طول. يبقى انا طالبه جامعيه وبشتغل عند ناس طيبين وقادره امشي حالي، بس ما اقبلش لا صدقه ولا احسان من حد، ومعاش ابويا حق لعياله حتى لو كان قرش ساغ. لما رجعت فلوس لمحمد حصل ايه؟ انا ما كنتش في وعي ساعتها، كان حوالي ناس كتير قوي، فيهم واحد كان واقف بيتكلم وبيشخط فيه. اول ما لقاني رجعت له الفلوس قعد يزعق ويهلل، وكل اللي حواليه عملوا زفه وقعدوا يقولوا مرتشي مرتشي. ولما الحكايه كده يا انسه ليه ما قلتيش الحقيقه؟ قعده اخواتي الاربعه قلت يا بيه، لكن منهم لله بقى جروني على اوضه وقفلوا عليا، والراجل اللي كان بيشخط في استاذ محمد ده قال لي لو اعترفت ان الفلوس دي كانت رشوه مفيش اي حاجه هتطولك وورقك هيخلص. وعملت كده غصب عني يا بيه، الخوف واخواتي والفضيحه والورق اللي انا عايزاه يخلص خلوني افتري على الراجل الطيب اللي ما عملليش اي حاجه في الدنيا ده. شيرين كساب دي الدنيا صغيره قوي. عارف بقالنا كام سنه ما شفناش بعض؟ بس انا بشوفك كل يوم. طول عمري اقول اني مش قادره. انت هنا بتعمل ايه؟ زي ما انت شايفه كده، عندي شغل بعد الظهر، قلت اخرج اكل حاجه وافك عن نفسي شويه وانسى خنقه المكتب. انا سمعت انك في النيابه. نيابه امن الدوله. قولي لي بعزمك على ايه؟ لا ده انا هنا من بدري وكنت ناوي امشي، بس لما لقيتك داخل قلت استنى شويه. لما اتاكدت انك لوحدك كان لازم اجي اسلم عليك. على فكره انا عديت على بيتكم في العباسيه كذا مره، كنت دايما الاقي الشبابيك مقفول. اصلا نقلنا اكتوبر. وانت بقى اخبارك ايه؟ مفيش اخبار. خلفت ولا لسه؟ لا ما هو الست عشان تخلف لازم الاول تتجوز. بجد؟ امال قصه الحب العنيفه دي راحت فين؟ مش في ناس بتموت بالسكته؟ طبعا كتير. وفي ناس بيموتوا في حوادث عربيات؟ كتير. اهو انا بقى قصه الحب بتاعتي حصل لها كده، موت مفاجئ. مات؟ مش هو الحب. مات عندك ولا عنده؟ بعني وقع على بنت حلوه وحيده ابوها، راجل بيزنس مان كبير عنده مصنع صلصه، على طول قام بدلني بعلبه صلصه. بس اللي اعرفه يعني انه ما كانش محتاج فلوس الصلصه دي، ده كان غني قوي ما شاء الله يعني. وماله؟ ما حدش بيحب الفلوس قد اللي معاهم فلوس. وانت اتجوزت؟ لا. وانت عامله ايه؟ زي ما انا عايشه، بشتغل في شركه محمود وعايشه مع جدي. ياه ايه مالك مستغرب كده؟ بس انا مقصر في حق جدك قوي، ده صاحب فضل كبير عليا. خلاص تعالى زوره هيفرح بيك قوي. ودي اللي صحيح، اخبار باباكي ومامتك واخوكي ماجد ايه؟ بابا معارفه ابو ظبي واكيد امي معاه، وماجد بقى في امريكا وشكله كده مش ناوي يرجع. ما كانش قدامي حل تاني، عشان اعيش في مصر كان لازم اقعد مع جدي. طب وليه ما سافرتيش مع باباكي ومامتك؟ يا حبيبي انا ما اقدرش اسيب البلد دي اكتر من اسبوعين. قلتي ايه؟ عجبتك كلمه حبيبي مش كده؟ لو سمحت. تحت امرك يا فندم. انا كنت قاعده على الترابيزه اللي هناك دي ولسه ما حسبتش، ممكن تجيب لي الحساب على هنا؟ اوكي. وهات لي انا كمان الحساب بتاعي لو سمحت. اوكي يا فندم. ايه زهقت مني ولا ايه؟ انا عمري في حياتي ما زهق منك، وانت عارفه انت غاليه عندي قد ايه، والظروف زي ما بتفرق هي برضه اللي بتكمل. قولي لي بقى الاقيك ازاي؟ قول لي انت الاقيك ازاي؟ مبدئيا التليفونات. تطلبني ولا اطلبك؟ اطلبك انا، كام الرقم؟ قول انت. طلباتك يا باشا. عايز شاي ولو في شاي اخضر يبقى احسن. بص الشاي عندنا نوعين، بني غامق وبني فاتح، بس في نعناع. اخد نعناع، بلاش بني غامق ولا فاتح. عينيا. اهلا اهلا بيك مع زمايلك العاطلين، ما تقوم تنضم لهم وتعمل لنفسك شله وصحبه. حضرتك بتكلمني؟ الله، هو انت مش عاطل برضه يا ابني؟ اصل ما تاخذنيش، القهاوي والكافتريات دلوقتي بيشتغلوا 24 ساعه وكلهم زي ما انت شايف كده من الشباب. لا وايه، بسم الله ما شاء الله، اللي هندسه واللي تجاره
واللي حقوق واللي علوم واللي آداب وفيهم برضو دبلومات. الحقيقة أنا اتفاجأت، أصل أنا كنت بعدي على القهوة لغاية كام سنة فاتوا، بس الزباين كانوا نوع تاني خالص. تعدي على القهوة؟ أنا باين علي عارفك ومش عارفك. أنت من المنطقة من هنا؟ آه طبعًا، أنا من نفس الشارع كمان. الله، يبقى أنا عجزت بقى. أيوه، بس استنى استنى استنى، أنت أشرف، أشرف ابن سعادة المستشار هلال. مظبوط. الله يرحم والدك، ده كان راجل له هيبة والشارع كان له قيمة عشان هو ساكن فيه. أنا بقى عمك صبري محروس اللي كنت شغال في وزارة الصحة، إنما أنت إيه اللي مقعدك على القهوة؟ أنا اديت ميعاد هنا، وبصراحة كده كان نفسي أقعد على القهوة شوية. أوعى تكون عاطل يا ابني. لا الحمد لله أنا بشتغل. أيوة كده، فرحني. وشغال إيه بقى؟ في النيابة. من شابه أباه فما ظلم. إنما ما قلتليش أنت معادك مع مين؟ أستاذ عبد الحميد يونس. الأستاذ عبد الحميد يونس، ابسط يا عم، أو بعت لك ابنه الدكتور تيمور. وبعدين قهوة إيه اللي هتقعد عليها الأستاذ عبد الحميد؟ هو أنت غريب؟ مش مسألة غريب، بس يعني هو تغيير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور، أهلا بيك. أهلا وسهلا. الدكتور تيمور ابن الأستاذ عبد الحميد يا أستاذ أشرف. وأنا هتوه عن تيمور عم صبري؟ أمال الوالد فين يا تيمور؟ بابا غير رأيه وماما عملت مشكلة. صح رضاك يعني تبقى ضيف عندنا وتقعد على القهوة؟ احنا مش قد المقام ولا ايه؟ والله لسه الكلام ده بقوله له، قلت له ان الاستاذ عبد الحميد هيتصرف كده بالظبط. طيب ماشي، مع الف سلامه. طبعا اذنك استاذ. سلامت الله. ايه بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ حاسب بس على حاجه. عيب، انا زي والدك. عيب. شكرا. اتفضل. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. السلام عليكم. مع الف سلامه. ما كنتش اعرف انك دخلت كليه الطب يا تيمور. لا زي غيرها يا استاذ اشرف. الطب مهنه انسانيه. كل المهن انسانيه، دكتور، مهندس، استاذ جامعه، في الاخر كلهم موظفين. إلا بقى إذا كنت فهلاوي أو محظوظ أو متميز. حضرتك فاكر إن الدراسة في الجامعات المصرية كلها الأيام دي قادرة تطلع حد متميز؟ التميز بقى مجهود فردي. أوعى تكون مش حابب دراستك في كلية الطب. لا إزاي، حاببها جدا ومتفوق فيها كمان على فكرة. طب حضرتك اتفضل، أنا هتكل على الله عشان عندي ميعاد كده مع زملاء ليا في درس. استنى بس يا دكتور تيمور، ده أنا عايز منك خدمة صغيرة. هستأذنك تطلع للأستاذ عبد الحميد وتقول له إني هستناه في شقتنا عشان عاوز أوريه حاجة تهمني. بعد كده ان شاء الله هطلع معايا نشرب الشاي وابو المره اسلم على ست الوالده. خلاص هنشوف. يا ابني مش كنا قعدنا عندي في البيت؟ لا انت غريب علينا ولا بيتنا غريب عليك. ده انت ياما لعبت فيه وذاكرت فيه، ولا نسيت يا اشرف بيه؟ لا طبعا يا استاذ عبد الحميد، بس الكلام اللي انا عاوز اقوله ما ينفعش يتقال هنا في الشقه دي. بصراحه انا كنت جاي النهارده عشان اتفق مع حضرتك على تسليم الشقه، لكن لكن ايه يا ابني؟ كمل. لقيت انه ما ينفعش يا استاذ عبد الحميد. خلاص يبقى ما ينفعش، وده حقك يا ابني والحق ما يزعلش. كنت فاكر المساله سهله لغايه ما دخلت الشقه، حسيت ان جزء منها مش مجرد واحد عايش جوه شقه، لكن شقه عايشه جوه واحد. استاذ عبد الحميد، انا اتولدت هنا، كل يوم في عمري لغايه نص دراستي في الجامعه كان هنا في البيت. بيني وبين كل حاجة هنا في البيت عشرة وذكرى حلوة. من أول الفرش، كراسي، ترابيزات والدواليب، حتى الحيطان بيني وبينها ألفة. أما المكتبة دي فبشوف فيها صورة المرحوم والدي كأنه لسه عايش معايا بالظبط. صدقني لو قلت لك ان احساسي مختلف وانا موجود هنا استاذ عبد الحميد. مساله صعبه عليا جدا وما اقدرش اعملها. يا استاذ اشرف، انا كل اللي عملته ان عرضت على الست الوالده عرض، مجرد عرض. وعرضك عرض عادل جدا. وانت كل اللي بتقوله عدل، والحق حقك يا ابني والقانون معاك. بس انا محتاجها لاسباب عاطفيه، اسباب رومانسيه يعني. انما خالد ابنك اللي هو صاحبي محتاجها لاسباب ضروريه ومصيريه. هو خالد فين؟ كنت عايز اتكلم معاه شويه. خالد دلوقتي بيشتغل في الغردقه وبينزل مصر كل اسبوعين تقريبا. يعني هيكون موجود امتى ان شاء الله؟ والله المفروض باذن الله يوصل مصر في طياره الاربع بالليل ويرجع تاني الغردقه في طياره السبت الصبح. تمام قوي. يبقى انا وخالد هنقعد مع بعض يوم الخميس ان شاء الله، وان شاء الله هنوصل لتفاهم. ممكن يا اشرف يا ابني اعرف ايه اللي بيدور في دماغك بالظبط؟ اللي بيدور في دماغي يخص خالد لوحده، وانا هو اصحاب. سيبنا بقى نتفاهم مع بعض وباذن الله مش هيحصل الا كل خير. ماشي على جنب. بس
اتفضل يا استاذ. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اهلا خالد. اهلا اهلا. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. وحشاني قوي يا ماما. ايه ده؟ انت مش معودنا تيجي في الميعاد ده. مفاجأة. انا اللي استعجلت يا مينا عشان موضوع الشقة. عايزين نعرف اشرف عايز ايه عشان نخلص. الحمد لله على السلامة يا خلود. عامل ايه يا حبيبي؟ تمام الحمد لله. تعالى تعالى. الواد تيمور فين؟ عارفه لسه. لغايه دلوقتي يا ماما الساعة 11. اه ما هو بقاله مدة بيذاكر مع اصحابه. اقعد يا خالد وحشني يا واد. وانت والله يا بابا. بقول لك ايه؟ قوم انت غير هدومك على ما احضر لك العشاء وبعدين تقعد مع ابوك يحكي لك خلاصة كلامه مع اشرف بيه. لا خلاصة الكلام أهم من أي حاجة دلوقتي. ايه يا بابا؟ ناوي على ايه؟ والله يا ابني انا ما قدرتش اخد معاه لا حق ولا باطل ولا حتى قدرت اعرف هو ناوي على ايه بالظبط. كل اللي عرفته انه مصمم انه يتكلم معاك انت في الموضوع ده، لكن هو ناوي على ايه الله اعلم. طب هي في حاجه لو انا كلمته دلوقتي وحددت معاه ميعاد الساعه 11 بالليل يا ابني؟ ماما هو في حد دلوقتي بينام الساعه 11 بالليل؟ ايوه في بينام الساعه 11 بالليل، عندهم اشغال الصبح. اشغال ايه اللي هيفضلوا؟ خلود ايه المفاجاه دي؟ تيمو حبيبي الحمد لله على السلامه. ولا انت شكلك بتلعب بديلك من ورايا صح؟ شقاوه دي؟ لا لا يا باشا شقاوه ولا حاجه، انا كنت بلعب شويه رياضه في النادي كده. رياضه ايه؟ انت مضروب يا ماما. انا بلعب ملاكمه. ملاكمه؟ مال الدكاتره بالملاكمه؟ هو ده اصلا جسمي يلعب ملاكمه؟ طب انا اخش استحمى واغير واجي لكم حالا. ماشي يا تايسون. ها ايه رايكم؟ اكلم اشرف هلال دلوقتي ولا استنى لبكره؟ والله يا ابني جرب. رن عليه بس رنه مش طويله قوي، لو رد كان بيها، ما ردش يبقى بكره. انا بصراحه كنت مكسوف من والدك. مش مكسوف يعني بالظبط، بس تقدر تقول كده ان انا ضعيف قدامه شويه، وبصراحه كنت حاسس انه هيرفض العرض بتاعي بخصوص موضوع الشقه. اشرف احنا نعتبر عيله واحده. والاستاذ عبد الحميد في مقام والدي بالظبط. خالد انا عاوز اسالك سؤال. اتفضل. انت عاوز تبدا حياتك الزوجيه في الشقه دي تحديدا؟ استاذ اشرف خلاص زمن الاختيارات انتهى. احنا دلوقتي في زمن القبول بالمتاح، وحتى شقة حضرتك دي تعتبر بالنسبة لي غير متاحة. بس أنا ليا وجهة نظر تانية. في ناس بتحب تسكن جنب أهاليها. أنا مش منهم. وفي آباء وأمهات بيحبوا يعني إن أولادهم يسكنوا جنبهم. ما أعتقدش يعني إن ده تفكير لأبويا ولا أمي، يعني أنا شخصياً بفكر أعيش في الغردقة على طول، تبقى بلدي يعني. أغلب المصريين دلوقتي زي ما أنت عارف ليهم بلدين، بلد بيشتغل فيها وبلد عايش فيها هو وأهله وعيلته. طب وإيه اللي مانعك؟ ما تعيش في الغردقة وتخليها بلدك. هي مشكلة هنا هي نفس مشكلة هناك بالظبط يا أستاذ أشرف. من حيث إيه بقى؟ المسكن. البيت يعني. تلات أرباع فيلات وشقق الغردقة مقفولة. صحابها ما بيروحوهاش غير أيام الأجازات. المفروض لما تيجي تبني أي مجتمع جديد، أول حاجة تحطها في اعتبارك الناس اللي هيعمروه. الناس اللي هيعيشوا فيه ويدفنوا فيه. لازم حياتهم تبقى ميسرة. عندك مثلا بلد زي القاهرة، أكتر من 20 مليون بني آدم، يعني مدينة حامل في مدينة تانية. وتلاقي سينا فاضيه او الواد الجديد مش لاقي اللي يسكنه. لو عاوز تعيش في الغردقه انا اقدر اسهل لك الاحوال. ايدي على كتفك. بص يا خالد انا عاوزك تستوعب كلامي كويس جدا بروح العدل والمنطق وبدون اي حساسيه. قول يا اشرف. انا قررت اشتري الشقه. مش فاهم. الشقه ايجار وانتوا الملاك، وانا عاوز احتفظ بيها لاسباب عاطفيه، وانت محتاجها لضروره انسانيه، وانا لازم اتنازل عن الشقه فورا. وطبعا لو كنت انت مصر عليها انا كنت اتنازلت على طول، لكن طالما انك عاوز تبدا حاجه جديده في بلد ثانيه فانا بشتريها، وبتمنها تقدر تشتري شقة تانية في الغردقة أو في القاهرة في أسوان زي ما أنت عايز. هو ده العدل يا خالد. أنت واعي اللي أنت بتقوله؟ أه طبعا. إحنا في 2006 و2007 خلاص على الأبواب، يعني داخلين على ألفية جديدة. القرارات السريعة ما تنفعش في الزمن ده. ماله الزمن؟ البشر هم اللي بيشكلوا الزمن يا خالد، وأنا مش هقدر أشكل الزمن على مزاجي، لكن أقدر أشكل حياتي وطريقي في الحياة، ودي الوسيلة الوحيدة اللي أقدر أعملها عشان أبقى متوازن مع نفسي وراضي وقانع. قلت ايه؟ قلت الله يرحم والدك. لو كان ما عملش حاجه في حياته غير انه رباك التربيه دي فده كفايه عليه. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر ولله الحمد. عايدون 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 عايدون.
عن عجل، اختاروا وكالات الانباء العالميه، واخترت الرواد الفضائيه العربيه، واخترت الصحف المصريه المعارضه. يا عميد يا عميد احنا طلبه مش عبيد. يا عميد يا عميد احنا طلبه مش عبيد. صامدون 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 صامدون. اعتصام مفتوح، يعتصموا براحتهم، يناموا يقعدوا يقفوا الا الشغب، ومحدش يحتك بيهم خالص لحد ما يزهقوا او البرد يفرقهم. تابعوهم من بعيد لبعيد وربنا يستر. يا عميد يا عميد احنا طلبه مش عميد. يا عميد يا عميد احنا طلبه مش عميد. يا حريه فينك فينك قبل الدوله بيننا وبينك. يا حريه فينك فينك قبل الدوله بيننا وبينك. صباح الخير يا سياده اللواء. يا فندم اعتصام طلبه المدينه الجامعيه تمهيد لحاجه تانيه. دول حوالي 3000 طالب، يعني لو اتحركوا هتبقى فوضى. حاضر. تعليمات سيادتك هتتنفذ على احسن. واحد اثنين رئيس الجامعه فين؟ 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 لغايه هنا وكفايه. بيتهيألي هم دلوقتي متاكدين وعلى يقين إننا قادرين نوصل لهم في الوقت اللي إحنا عايزينه. الله أكبر ولله الحمد. 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 صامدون صامدون. صامدون صامدون. صامدون صامدون. صامدون صامدون. صامدون صامدون. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله الدنيا مقلوبة. ماتت قلب يا سيدي، وهي من امتى كانت معدولة؟ المهم انهم عرفوا، عرفوا وشافوا، واللي شافوه ده هيكون له مردود. الهجوم علينا شديد. ولا يهمك، احنا في مصر بلد الكلام، اي حاجة بتحصل مهما كانت خطورتها بتبقى زي حريقة في كوم قش، نار عالية وفي الاخر شوية تراب. تحب اقرا لحضرتك بعض الاراء؟ أراء مين اللي عاوز تقراها؟ يقولوا اللي يقولوه. خلي بتوع الحزب الوطني يهاتوا زي ما هم عاوزين، محدش هيصدقهم ولا يثق فيهم. فاضل مين تاني؟ ما عندكش حد. أزمة وهتعدي بإذن المولى عز وجل. ده في مفكرين ومثقفين شايفين إن اللي حصل ده فيه تهديد صريح لمفاهيم الدولة المدنية. دول شوية علمانيين رأيهم بيوصل لخمسة ستة، لكن الأخطر من كده يا عزيزي زي ما قريت الكلام اللي بيقول إن ده استمرار لمنهج العنف الإخواني، وإن الولاد اللي عملوا العرض دول كتيبة في التنظيم الخاص. ده الموضوع اللي لازم نخلي بالنا منه، لكن غير كده كله هيخلص على مفيش. صدقني مولانا. والحكومة عادي، جرايد الحكومة وإعلامها ورجالتها الطبالين والزمارين هيعملوا الزفة بتاعتهم، وفي الآخر زي ما بيقولوا آخرة الزمر طيط. وأمن الدولة برضو عادي، هيمسكوا كم ولد من ولادنا، ولادنا مش هيزهقوا، لكن بتوع أمن الدولة هم اللي هيزهقوا. بهجت، أنا هقولك تخاف إمتى؟ تخاف لما الناس ينفضوا من حواليك، غير كده فأمره سهل. يعني نلتزم الصمت يا مولانا؟ صمت إيه؟ أعوذ بالله،
احنا لازم ندافع عن نفسنا، لازم ندفع الأذى عن أنفسنا. المرشد العام قال عن اللي حصل يا فندم انه لعب عيال، وطلبة الإخوان طلعوا بيان اعتذار. اعتذار؟ اعتذار عن ايه بالظبط؟ عن اللي عملوه يا فندم. واللي عملوه ده قانوني ومشروع ولا غير قانوني وغير مشروع؟ غير قانوني وغير مشروع يا فندم. تبقى خلصت الحكاية، تحرياتكم جاهزة ودقيقة ومؤكدة. تمام يا فندم. يبقى إذن النيابة بالقبض على كل من شارك في هذا الفعل. من إمتى الإخوان بيعتذروا؟ هما شافوا الرأي العام غاضب ومستنكر على طول، رفرفوا زي الحمام الأبيض. أنا عايز الصقور الجوارح اللي كانوا عاملين فزع ورعب في الجامعة. إذن النيابة وتشوفوا شغلكم. دي التعليمات اللي عندي، ودلوقتي بقت التعليمات اللي عندكم. سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. معقول يا أستاذ عبد الحميد؟ حضرتك استريح واجيب لحضرتك العيش اللي انت عايزه. كتر الف خيرك يا ابني، متشكرين قوي. ده انا بسلي نفسي، وبعدين بيني وبينك بضيع شويه وقت كده عشان لما ارجع البيت الاقي اهله صحيوا من النوم. ده غير ان انا بحب ريحه العيش المخبوز قوي. عارف احسن حاجه يا ابني ان الواحد يدخل بيته وهو شايل عيش زيك كده اللي تشوفه يا استاذ. الله يبارك لك يا ابني، سلمني على الوالد. عبد الحميد صباح الخير يا حاجة. تيمور يا عبد الحميد. ماله تيمور يا ابو خالد؟ النهار طلع ولسه ما رجعش. ايه لسه ما رجعش؟ استر الله تستر. ما تخافيش على ابنك يا حاجة، حد عارف ظروفه ايه؟ وبعدين ما هو معاه محمود، الطبيعي المحمود بتاعه بسرعه مستنيه. ايه نسي تليفونه على المكتب. يبقى اكيد نام عند زميله اللي بيذاكر معاه من غير ما يكلمنا ولا يطمنا. كان اتكلم من تليفون زميله. تليفون زميله ايه؟ انت مش عارفه ابنك يا حاجه، كل زمايله طلبه من الارياف، غلابه يا دوب عايشين بالقدره. اتفق لي خير يا حاجه، ان شاء الله خير، والله خير ان شاء الله. ولو انه برضه غلطان، مهما كانت الاسباب هو برضه غلطان. اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فيه. شفت؟ اديك قلقان اكتر مني. اعمل حاجه يا عبد الحميد. اعمل ايه بس يا حاج؟ العمل عمل ربنا، لسه النهار بيطلع وان شاء الله يطلع علينا بكل خير. اهدي بس يا حاج. بصي، البني ادم في الحالات اللي زي دي لازم يتسلع بالصبر والحكمه. اصحى يا خالد. سايق عليك النبي يا حاجه تهدي، مش كده؟ اصحى يا خالد. ليكون عمل حادثه. يا ساتر يا رب، احنا هنقدر البلاء قبل وقوعه. استهدي بالله وماله، بلاش تكهرب اليوم من اوله. استغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوه الا بالله.
فضل شاهين عثمان سبع، طالب بكلية أصول الدين. ازيك يا فضل؟ لست بخير. لا هتبقى بخير إن شاء الله. لا أظن. أخي خليك متفائل. ومن أين يأتي التفاؤل وأنتم لنا بالمرصاد؟ مرصاد إيه بس يا أخ فضل؟ ده أنت أول مرة تشرف عندنا. طب بذمتك في عمرك اللي فات كله حد مسك بسوق؟ لأني لم أفعل شيئاً. شفت بقى؟ أديك لما فعلت شيء شرفت عندنا. وماذا فعلت؟ أنت مش كنت أحد المشتركين في العرض العسكري داخل إطار الجامعة؟ مع ممارسة الرياضة جريمة؟ بقولك إيه؟ ما تصلي على سيدنا النبي كده وتسيبك من اللغة العربية دي وتتكلم معايا عادي، تتكلم معايا زي ما بتتكلم مع بقية خلق الله كده، اعتبرها دردشة يا أخ فضل. الله أعلم الدردشة دي هتخلص على إيه؟ أو كده، كده كويس. تشرب شاي؟ آه، في وقته. أنا سؤالي واضح، اتعلمت الكاراتيه فين؟ فوق السطوح، أصل إحنا السطح بتاعنا واسع شوية فأنا بتدرب فيه. مين اللي كان بيدربك؟ اسمه إيه يعني المدرب بتاعك؟ لا أنا كنت بعتمد على نفسي. تعتمد على نفسك إزاي يعني؟ ما الكتب. أنت قلت في بداية كلامك إنك فخور بانتمائك لجماعة الإخوان المسلمين. طبعًا فخور. أظن المسلم، أي مسلم لما يكذب يبقى ارتكب ذنب. صح ولا غلط؟ المسلم عضو الجماعة لما يكذب يبقى وضعه ايه؟ انت مش بتكلم راجل اهبل عشان يصدق انك اتعلمت الكاراتيه فوق السطوح من كتاب قريته. بلاش تخاف مني، خاف من ربنا. جرى ايه يا اخ فضل؟ سطوح يا راجل يا طيب؟ ده انتوا حتى بيتكم في بلدكم ما فيهوش سطوح اصلا. انت مشترك في نادي؟ مشترك في نادي؟ نادي ايه يا محترم؟ ده احنا عايشين بالعافية. بلاش نادي، ساحة شعبية؟ ولا حتى ساحة شعبية. الله، امال يعني يا اخويا المهارة دي كلها جت ازاي؟ ده انا وانا اسمي ضابط شرطة وواخد تدريب عالي جدا ما عنديش ربع المهارة بتاعتك دي. انا قصدي شفتك في الشريط العرض عندنا. اوعى تقولي بقى انك اتعلمت الكاراتيه بالمراسلة. الناس دي مين دربها؟ وتدربوا فين؟ وليه أصلاً جماعة الإخوان المسلمين يكون عندها ميليشيات عسكرية؟ نشاطها هيكون موجه ضد مين؟ دي الحاجات اللي لازم نعرفها كجهاز جمع معلومات. أما التحقيق فليه ناسه، النيابة تقوم بدورها. يعني نحولهم للنيابة يا فندم؟ قبل انتهاء مدة الحجز القانوني. انتوا عارفين إن الآلة الإعلامية بتاعت جماعة الإخوان ناشطة جداً، بقى عندهم صفحات في الجرائد وبرامج في قنوات تلفزيونية. وأحب أبشركم بقى ليهم كوادر في الحزب الوطني كمان. ده هو نفس العنوان والكلية والاسم. تيمور ابن الأستاذ عبد الحميد. تيمور عبد الحميد سعادتك. اتفضل انت. اقعد يا تيمور. كانت مفاجأة بالنسبة لي انك تكون ضمن المتهمين الأساسيين في أحداث الجامعة. لا مفاجأة ولا حاجة. تيمور، احنا بتربطنا ببعض علاقة أسرية قوية، عشان كده مش انا اللي حاقق معاك. مفهوم. انا طلبت التنحي والطلب بتاعي تمت الموافقه عليه. طب طالما الحكايه كده انا هنا ليه؟ انت هنا لان في شخصيه مهمه جدا، شخصيه ليها مكانه كبيره عندي، مكانه تعادل مكانه والدي الله يرحمه، وطلب انه يشوفك. والدي مش كده؟ العيله كلها في حاله صعبه. انا شخصيا مندهش. انت ايه اللي مشيك في الطريق ده؟ طريق ايه يا اشرف بيه؟ هو انا مشيت في طريق الضلال؟ في طريق الكفر؟ أنا مع جماعة إسلامية. أنت ضد الإسلام؟ الدولة ضد الإسلام؟
انا بقولها هو انا في قلب النيابه. اللي ضد الاسلام انا ضده ويحصل اللي يحصل. عندي سؤال بسيط يا تيمور. حماسك للاسلام ده شيء طيب ومفيش بني ادم في الدنيا يقدر يلومك عليه، وانت عايش في بلد الاغلبيه فيها مسلمين، شايف حد فيها ضد الاسلام؟ ايه رايك في السيد والدك مثلا؟ افتكر انه يعرف الاسلام اكتر منك. ليه اخفيت عنه انك عضو في جماعه محظوره وفاقده للشرعيه؟ انا مش عاوز كلامي معاك ياخد شكل تحقيق، لكن العادي والمألوف يا اخ تيمور ان الانسان بيخبي على اقرب الناس ليه الامور اللي مش مظبوطه. افهم من كده ان تهمتي هتبقى الانضمام لجماعه محظوره، واكيد في تهم تانيه كتير. زي ايه؟ ترويع وارهاب الاخرين. انا قريت الملف بتاعك يا تيمور، انت ناسي انك واحد مهم في كتيبه العرض العسكري؟ عموما ده مش موضوعنا دلوقتي. قول لي المعامله معاك كان شكلها ايه؟ لو في اي تجاوز بالنسبه لك او بالنسبه لحد من زمايلك قول لي. ربنا مدينا القدره على الصبر والجلد. استاذ عبد الحميد يونس يا فندم. خليه اتفضل. عملنا فيك ايه عشان تعمل فينا كده؟ بعد اذنك يا استاذ عبد الحميد، انا هخرج بره عشان اسيبكوا تتكلموا مع بعض لوحدكم. استاذ عبد الحميد، تحب اجيب لك شاي او قهوه او اي حاجه تشربها؟ لا كتر خيرك يا ابني. طمنا يا تيمور، انت بخير يا ابني؟ الحمد لله. احنا بقى مش بخير. والسبب حضرتك ليه كده يا ابني؟ ليه كده؟ أنا ما عملتش حاجة غلط، أنا مسلم والجماعة بتعمل على نصرة الإسلام. والبيت اللي أنت اتربيت فيه مش برضه بيعمل على نصرة الإسلام؟ ولا الإسلام ما يبقاش إسلام إلا إذا كان المسلم واحد من الإخوان وعضو في الجماعة؟ الإسلام اللي أنا أعرفه يا ابني هو اللي خلاني أصرف عليك من حلال، والبيت كله عمره ما قصر في عبادة ولا غش في معاملة ولا أساء لجار. أنا ما عملتش حاجة غلط. كده تبقى مش لاقي حاجة تقولها. الدين مش عبادة وبس، الدين جهاد، وجهاد ضد الظلم، وإحنا عايشين في ظلم. لو عاوز نتكلم عن الظلم يبقى نبتدي بحضرتك. أنت باللي عملته ده ظلمت أهلك، ظلمت أمك وأبوك وأخواتك. وإذا كان واجبي بما إن الله سبحانه وتعالى جعلني سبب في وجودك إني أربيك تربية كريمة، فواجبك إنك تبعدنا عن المشاكل وتبعد نفسك عنها. قول بقى إن حضرتك خايف من المشاكل. الحكومة ملهاش حاجة عندك ولا أنت عاوز منهم حاجة، حضرتك على المعاش. بص يا ابني، أنا بخاف من المشاكل صحيح وطول عمري بتحاشاها، لكن الحكومة بره الموضوع. المشكلة فيك أنت، في دماغك دي. دماغك دي ايه اللي حصل فيها؟ مخك ده جراله ايه؟ وامتى وليه وازاي؟ يا بابا انت مكبر الموضوع كده ليه؟ اللي حصل ده عادي جدا بالنسبه لنا. بالنسبه لكم انتوا مين؟ مصيبه لكون الجماعه دي شايفه ناسها غير كل الناس. الدين مش عباده وبس ولا مجرد معاملات شرعيه. الدين ان يكون لك موقف من اللي بيجرى حواليك. دين الولاء والطاعة يلزمه مجتمع غير المجتمع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. حضرتك عاجبك اللي بيحصل في البلد الايام دي؟ راضي عن الظلم والقهر والفساد والاستبداد؟ ظلم وقهر وفساد؟ ايوه. لا مش راضي، ومفيش حد في الدنيا دي كلها ممكن يرضى عن الحاجات دي ابدا، لا مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا حتى بوذي. انما الظلم يا ابني لما بيصيب بيصيب الكل مش الاخوان وبس. قول لي يا تيمور، هي جماعة دي عايزة توصل لإيه بالظبط؟ ما أعرفش. طبعاً ما تعرفش، أنا واثق إنك ما تعرفش ولا هتعرف. يعني أنت أملك خاف ابنك؟ اللي ابنه في السجن يخيب أمله ولا لأ؟ ابنك في السجن مش لأنه ارتكب جريمة، ابنك تحت التحفظ في قضية رأي، لا هو من أهل الفساد والنفاق ولا هو من اللصوص اللي بيسرقوا كده. عيني عينك،
ابنك ليه الشرف انه يكون مسجون على انه اخوان؟ ده مسجون في سبيل الله والوطن. الله والوطن الاثنين مع بعض؟ ده ناقص فضلتك تقول لي انه لو مات هيبقى مات شهيد. وهيكون كده فعلا. اسمع اسمع يا استاذ عبد الحميد، انت جايلي من الخارج وانت مشبع باراء وافكار خصومنا، لكن عاوز اقول لك ان كلها افتراء. نحن لا نكره احد على فعل اي شيء، وابنك هيكون في رعايتنا لغايه ما يفرج عنه. انا مش عاوز رعايتكم. زي ما تحب. وديك شفت احنا ناس عاديين وبسطاء محظورين، لكن اللي يستحق الحظر الذين ينشرون الفساد في الارض ويضيقون على الناس في سعيهم وأرزاقهم. وديك شايف إحنا لا دولة ولا حاجة. ربنا يهديك ويهدينا، وبابنا مفتوح لك دايما. مفيش حد غريب، كم النوم انت؟ طيب حاضر حاضر. اهلا وسهلا، خير ان شاء الله. احنا اسفين على الازعاج، بس احنا عارفين انك بتكون صاحي في وقت زي ده عشان بتحضر نفسك لصلاة الفجر. فعلا علشان أحضر نفسي لصلاة الفجر، لكن مش علشان أستقبل ضيوف غير مرغوب فيهم. بس الضرورة ليها أحكام. البيت فيه حريم. كل البيوت فيها حريم، وكل الحريم لها كل الاحترام. دول بناتنا وأخواتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو شر لابد منه، وبلاء مؤكد. بس إحنا معانا إذن نيابة. ومن غير إذن، هو البلاء محتاج إذن. ممكن ندخل بعد إذنك يا محترم؟ وأنا أقدر أمنعك؟ اتكل على الله، بس يا ريت أعرف النية إيه علشان أقدر أسهل المأمورية بتاعتكم. فضل. الفلوس دي كلها حق بهجت. فضل من الله ونعمة، الحمد لله. فلوس؟ انت ناسي ان رجل اعمال يا باشا. وفي حد يشيل في بيته مبالغ كبيرة بالشكل ده؟ البلد امان يا باشا، والبركة فيكم، وهتبقى موجودة تحت اليد وقت الحاجة. يا ريت بقى تبقى تقول لنا في التحقيق ان شاء الله، ايه هي الحاجة اللي تخلي عندك بنك صغير بالشكل ده؟ يا باشا ده مش بنك ولا حاجة، دي ما تبقاش فلوس بالنسبة لاصحاب الفلوس. دول شوية لب، وبعدين دي فلوس حلال. دي لو فلوس حرام سرقها حرامي من حرامية الحكومة، كان زمانه دفنها في عشة الفراخ، ولا كان زمانه هربها بره من زمان. وحضرتك أدرى مني. بس في النهاية الكل بيتمسك يا حاج بهجت. لا يا باشا، الغربال اللي خرومه ضيقة ما بيعديش الزلط. شنطة هدومك يا بابا. بارك الله فيك يا بنتي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. استغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوة. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. آمين. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. آمين. وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. آمين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. آمين. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. آمين. اللهم إنا ظلمنا في بلدنا وفي أهلنا وفي أموالنا وفي ديننا،
فعليك بمن ظلمنا وأهلك أعداءك أعداء الدين. آمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت هذا الجلال والإكرام. حرما يا إخوان جمعا إن شاء الله. إيه والله جماعة بتوع أمن الدولة دول دايما يجمعونا مع بعض ويدونا أجازة نريح دماغنا فيها من هموم الدنيا ونتفرغ للعبادة والدعاء. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا شادي، إيه الأخبار؟ كله تمام يا فندم. وضيوفنا؟ زي العادة، صلوا وبعد الصلاة فضلوا يدعوا علينا. ربنا يجازي كل واحد حسب أفعاله. فطروا؟ طبعاً يا فندم، سعادتك عارف إن الخدمة عندنا 5 نجوم. مشكلتك يا شادي إنك بتحب المبالغة، الخدمة عندنا 4 نجوم بس. صراحة سعادتك متواضع جداً. يعني نقدر نشتغل؟ أوامرك يا فندم. وزعوا الشغل بينكم، وعاوز محاضر وافية. بهجة السواح. ماله يا فندم؟ مين غيري هيستجوبه؟ ده احنا معرفة قديمة. ايه رأيك في القهوة بتاعتنا يا استاذ بهجة؟ بن هايل، صنفه ممتاز. عارف احنا شارينه منين؟ من عندكم. ما احنا برضو من زباينكم. لأن البضاعة عندنا أفضل وأرخص. ورأي حضرتك في حسن المعاملة؟ ده حق لينا ولكل إنسان، مش هبة من عندكم. وإحنا نحب ندي الناس حقوقها، بس بشرط يا أستاذ بهجت. اتفضل قول. إحنا غير. مش فاهم. إحنا اتغيرنا، اتعلمنا من أخطاء اللي سبقونا ومش ممكن تتكرر تاني. الحمد لله، رغم إنك في المنصب الكبير ده لكن بتعترف بأخطاء اللي سبقوك. يا ريت حضرتك ما تكررش أخطاء اللي سبقوك وتعترف بالحقيقة. إحنا مش عايزين غير الحقيقة. المشكلة يا باشا إنكم ما بتصدقوش أي حاجة إحنا بنقولها. لأننا بنبقى عارفين الحقيقة ومتأكدين منها وعندنا دليل عليها. عشان كده الغلط بتاع زمان سواء كان ضرب أو تعذيب ده مش هيحصل. وإحنا مش هنزهق منكم أبداً. أنتوا ضيوف علينا. ما هو ده تعذيب بس بطريقة تانية. أنا تهمتي إيه؟ أقول لحضرتك طبعاً ده أبسط حقوقك. حضرتك وزير المالية. ده شيء مستحيل، أنا لا يمكن أنتحل شخصية حد غيري حتى لو كان وزير، خاصة وزير المالية، لأني مسلم وهو قبطي. أنا أحب الناس الحلوة اللي زيك، وأنت لو انتحلت شخصية إيه اللي هيجيبك هنا؟ في الحالة دي إخواننا بتوع البحث الجنائي أولى بيك يا راجل يا طيب. أنت هنا لأنك وزير مالية جماعة الإخوان المحظورة، وأنت المسؤول عن تمويل أنشطة الجماعة. والله أنتوا بتكبرونا على الفاضي. وزير مالية مرة واحدة وتمويل نشاط الجماعة الهدام. لا، الهدام دي من عندك أنت. أنا ما قلتش كده عشان كنت عايز أسمعها منك. أنا بردد الكلام الشائع في الإعلام الرسمي يا باشا. أنا مجرد صاحب سوبر ماركت وربنا بيرزقني وبيرزق ناس كتير حواليا. معلوماتي ان الاسلام لا يسمح بالكذب. وانا ما بكذبش. لا بتكذب. هقول لك ازاي وليه. انا قدام حضرتك اهو ومسلم امري الى الله. بتكذب عشان اللي سبقوك في جماعه الاخوان اباحوا الكذب للضروره للخلاص من مشكله او ازمه. دي نمره واحد. نمره اتنين، انا مش جايب الكلام ده من عندي، ده من عندكم. المستندات دي لقيناها في الشقة بتاعت مدينة نصر 8 شارع السنجاري، وانت عارف مين اللي ساكن فيها. انا ما اعرفش حاجة لا عن الشقة ولا عن اللي ساكن فيها. يا راجل، ده انتوا مصليين عندنا سوا وداعيين علينا سوا. تقصد مين حضرتك؟ لا اقصد ولا ما اقصدش، انتوا تشربوا القهوة عندي سوا. فيها ايه المستندات اللي مع سيادتك دي؟ شوف يا سيدي، بهجة عبد الحميد السواح مسؤول توفير الدعم المادي لأفراد الجماعة،
وايضا تمويل تنظيم الجامعات ده حضرتك، وهديه مني هديك اسمه والمهمه بتاعته كمان، ايمن فريد الدسوقي المشرف على قطاع الحركه التنظيميه بمختلف الجامعات المصريه. ده منصب كبير قوي زي منصب حضرتك بالظبط. احنا نصلي الجمعه ونكمل. هو ليه يوم الجمعه مش اجازه عندكم؟ لا هو اجازه، ما حضرتك شغال اهو. مش عاوزينكم تحسوا بالملل، احنا محتاجين نستريح. استريح يا استاذ باجل وفكر، وبكره ان شاء الله هيكون معايا مفاجاه جديده. انت يا ست، انت مين وعايزه مين؟ يه جرالك ايه يا شحاته؟ انت مش عارفني يا منايل على عينك؟ انا اعرفك ازاي وانت عامله زي النسوان خطفت العيال كده؟ انا خطفت عيال يا واطي؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عدو الله. انا عايزه الشغاله يا بهيم. وعامله بنفسك كده ليه؟ هي اللي انت مش بهيمه. وانت مالك انت؟ يلا يلا روح شوف شغلك. سبحان مغير الاحوال، الوليه كانت امبارح زي بقيه خلق الله. ايه اللي جرالك يا وليه؟ التزمت. امال سايبه لسانك ليه على حاله؟ قبل ما تغطي نفسك غطي لسانك الاول. الإقامة عندنا مريحة يا أستاذ باجت؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. لسه بتدعوا علينا برضو بعد كل صلاة يا أستاذ باجت؟ إحنا بندعي قبل وبعد، بس بندعي بالهداية للجميع، وربنا يهدي الجميع. أيوة ربنا يهدي الجميع. أستاذ باجت عاوزك تكذبني. أعوذ بالله، وأكذب سعادتك ليه بس؟ يعني لما أقول إن سلسلة محلات ملابس المحجبات والمنتشرة في المولات وأهم الشوارع التجارية اللي اسمها القدوة الحسنة دي كلها نشاط تجاري للجماعة، أبقى صادق ولا كذاب؟ هي ملك المستثمرين مسلمين، منهم اللي عضو في الجماعة، ومنهم المحب للجماعة، ومنهم اللي محب للحشمة بوجه عام. تفتكر سعادتك ناس قلوبهم بيضة بالشكل ده هيستثمروا أموالهم فين؟ أيوة بس الأموال دي بتصب فين في النهاية؟ أظن يعني من حق كل فرد أن يوزع الزكاة بتاعته بالطريقة اللي تعجبه. محلات الأكل والشرب دي كتير أوي، تحب أعدلك؟ يا سيدي العزيز، هو حرام المسلمين يكلهم تجارة ببلدهم؟ لا 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 يا عم بهجت، وحد ربك، اللعب له أصول وقواعد. التجارة والزراعة والصناعة حق لكل مواطن مصري، بشرط ما يكونش ممول لأي نشاط يهدد أمن الوطن. غير كده الناس تتملك، تتاجر، تزرع، تعمل مصانع. عشان كده سؤالي المحدد ليك، ما مصدر الأموال التي أنفقتها على تمويل أنشطة الجماعة؟ وتفضل راجع بنفسك، تفضل اقرأ، دي حاجة من حاجات. ولسه ياما في الجراب يا حاوي. تحب نتكلم عن تجارة الأراضي؟ تحب تشوف نشاط محلات الأساس؟ ولسه عندنا أنشطة أخرى كتير قوي، بس على كبير، والمسؤول عنها أكبر منك بكتير، مركزه مهم قوي في الجماعة. ربنا يسهل ويخلينا نقابلكم ببعض. انتوا ليه عايزين الإسلام ضعيف وفقير؟ ياك تكون فاكر إن الجماعة بتاعتكم دي هي الإسلام. نفسي تتكلم عن الناس في مصر كلها والأغلبية للمسلمين. الزكاة اللي انت بتتكلم عنها من شوية دي انتوا بتوزعوها على أعضاء الجماعة بتاعتكم وبس، بقية فقراء المسلمين في مصر كلها انتوا بتعرفوش عنهم أي حاجة. زينا زي الحكومة بتاعتك. تفتكر حكومتك تعرف حاجة عن الفقراء اللي في البلد؟ بس الحكومة عندها ميزة، مش مربية دقنها ولا ماسكة سبحة عشان تخدع بيهم الناس. ولازم تعرف إن مسلم زيك، وأفضل إن أنا أعيش تحت مظلة حكم مدني حتى ولو كان فاسد. على الأقل الفساد ممكن إصلاحه، لكن الخلاص من الفاشية تمنه محدش يقدر عليه عندنا. أحمد عبد العال سيد مرسي البنهاوي. السن؟ 21 سنة. مهنة؟ طالب جامعة الأزهر، كلية التجارة. العنوان؟ الثابت ولا المتحرك؟ يعني ايه الثابت ولا المتحرك؟ يعني طلبة القريف اللي زي حالاتنا مالهمش عنوان ثابت في القاهرة. احنا بنكون خمسة ستة في شقة، يا بنطرد منها يا احنا نسيبها عشان غالية علينا كده يعني. يبقى العنوان الموجود في البطاقة كفر رزة ساحة الباشا، كل ده ملوش لازمة. أنا هنا غلط، وكتاب اللي أنا هنا غلط. إخواني إيه وبتاعي؟ أنا مستعد أصرح معاك بالموضوع من أوله لآخره، أحب كده، بس بلاش سين وجيم. مفيش سين وجيم، بطل كتابة.
يلا صرحني يا احمد. اول هام انا ماليش دعوه بالعرض العسكري ولا كنت فيه، والدليل انا او والله انا راضي ذمتك وضميرك يا باشا. البني ادم اللي واقف قدام حضرتك ده ينفع يعمل عرض عسكري؟ ده انا عندي انيميا مزمنه وعمري ما لعبت رياضه، حتى رفع الذراعين الى اعلى اللي هي اسهل حاجه في الرياضه ما عملتهاش لا في ابتدائي ولا اعدادي ولا ثانوي، او ما اجي اعمل عرض عسكري في الجامعه؟ طب ازاي يا باشا؟ ده انا هفتان وكتابي اللي ده انا بمشي اتكعبل. ممكن تقعد يا استاذ احمد؟ محدش قال انك كنت مشترك في العرض العسكري، حتى مباحث امن الدوله قالت انك ما كنتش مشترك في العرض العسكري. الحمد لله والشكر لله. طب يتقبض عليا ليه؟ قول لي سعادتك. لازم عملت حاجه تانية. اي حاجه تخالف القانون انا لا يمكن اعملها يا باشا. انا كنت بشجع. كنت بتشجع مين بقى؟ الاخوان طبعا. انا قلت لحضرتك اني هكون صريح مع سيادتك. وانا مبسوط من صراحتك. طلب الفلاحين الغلابه امثالي، وامثالي دول كتير قوي. اول ما بيطبوا مصر القاهره يعني، على طول بنحس بالظلم، بنحس ان البلد دي مش لينا، احنا مش قدها، نلف وندور فيها عشان نلاقي مطرح يتوينا، ما نلاقيش، كل الابواب مقفوله في وشنا، والكلمه الطيبه ممنوعه، والفلوس اللي معانا ورق الجرايد اغلى منها، اللي كنا فاكرينه يكفي شهر يطلع انه ما يكفيش يوم. بس ادي الحكايه. وبعدين تعمل ايه بقى لما يبقى حالك بالشكل ده؟ بعدين تلاقي حد بيساعدك لوجه الله. يا بيه انا مش من الاخوان، بس الاخوان ساعدوني، جابوا لي سكن واعانات شهريه ومساعدات في الدراسه، كتب ومذكرات مجانيه او بثمن زايد. كان لازم ارفع شعار الاسلام هو الحل، ارفع اليافطه والزق الشعار على كل حيطه، الله غايتنا والرسول زعيمنا والقران دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله اسمى امانينا. اهتف وزعق بالشعار في كل مكان، بمناسبه ومن غير مناسبه، ولو عايز اعمل اغنيه وليها لحن هحاول. عاوز تقول الاول بس يا باشا، كل اللي انا قلته ده فيه اي تهمه؟ بشجع الاخوان، انا حر. ما في ناس بتشجع نادي الزمالك والحكومه سايباهم في حالهم. افهم من كلامك انك غير منتمي لجماعه الاخوان؟ لا غير منتمي. وبعدين عاوز اقول لحضرتك حاجه، جماعه الاخوان دي مش زي الاحزاب. الواحد لما بيروح ينضم للاحزاب بيقابلوه بالاحضان وبوس على الخد اليمين وبوس على الخد الشمال، انما الاخوان حاجه تانية، هما اللي بيختاروا. وبعد ايه بقى؟ ده الفرز بتاعهم يا باشا لا مؤاخذه اشد من الفرز بتاع كليه الشرطه. يعني انت كنت بترد الجميل؟ يا بيه المثل بيقول اللي ياكل عيش الكافر يحارب بسيف، بس بقى دول مش كفر، دول ناس مسلمين بجد. نفهم من كده انك غير مؤمن بفكر الجماعه؟ اللي مش مؤمن النهارده بيؤمن بكره، ان ما كانش عن قناعه بيكون بالممارسه. طيب يا احمد، افرض الحزب الوطني او حزب الوفد او حزب الامه قدم لك مساعده مشابهه لمساعده الاخوان، كان ممكن ترفع شعراته؟ ما هي دي بقى المصيبه الكبيره اللي حطت علينا يا بيه. احنا مواطنين عايشين في دوله، الدوله هي اللي مسؤوله عن الناس اللي فيها، هي بقى اللي المفروض تحل مشاكلنا وتحقق العدل ما بيننا. الدولة لو سابت شعبها للأحزاب يقدم له إعانات، بكرة بقى تسيبوا رجال الأعمال والأعيان وجايزة تجار المخدرات. إذا كان ده تفكيرك، ليه الإخوان يقبلوا بيك؟ عشان أنا موهوب، أنا مؤلف هتافات وشعارات. عارف سيادتك أمن الدولة قبضت عليا ليه؟ أنا بلا فخر مؤلف هتاف إحنا مين؟ إحنا مين؟ إحنا المسلمين. أمن الدولة يا مسكين المسلمين، المسلمين بالملايين. مين كان بيكلفك بأي حاجة تعملها؟ كلنا طلبة في بعض، دايما كده كان واحد يقترح واحنا نتحمس، لكن أمر مباشر مفيش. يعني مفيش زعيم؟ رئيس؟ دي حاجات بيعرفها الناس اللي جوه الجماعة، أنا كنت لسه واقف على الباب، لكن ما دخلتش. نفتح المحضر بقى؟ لازم يعني؟ أنت زي ما دخلت المحضر، لازم تخرج المحضر. يلا يا سيدي. ما هو قولك فيما هو منسوب إليك من أنك عضو في جماعة الإخوان المسلمين؟ ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أنا مستعد أسمع منك سورة ياسين كلها تاني، خاصة أن صوتك جميل ما شاء الله. لكن عندنا تحية. وأنا جاهز. نبدأ بمشيئة الله. الاسم؟ علاء حمدي الفوال، كلية أصول الدين جامعة الأزهر. العنوان؟ العقدة الشرقية. اسمها إيه؟ العقدة. عارف حضرتك عقدة الحبل؟ مفهوم مفهوم. ما هي علاقتك بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة؟ علاقة وطيدة جدا. الأسرة كلها إخوان. اللي أبوه إخوان وجده إخوان، هيطلع إيه يعني؟ برضو إخوان. في حاجة يا باشا؟ توريث يعني؟ لا مش بالمعنى السائد، إنما تقدر تقول حضرتك انتماء حقيقي. ما هو قولك فيما هو منسوب إليك؟ شوف سعادتك، أنا ما عنديش حاجة أقولها، وأي حاجة منسوبة إليا أنا ما أعرفش عنها حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. الجواز اسهل. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا حبيبي. بتعمل ايه يا ابني؟ الجواز اسهل. رايحه فين؟ عشان خاطر مش عايزه تتعبي نفسك، انا عامل كل حاجه. لا 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 لا، انا مش تعبانه، اوعي اعمل قدامي، ده شغل ستات. لا ورجاله كمان. انت مش منهم. عارف ليه؟ عشان انت عمرك ما عشت لوحدك، كنت قلت يمكن يعرف. انت بتخش المطبخ صدفه، عشان كده بقول لك الجواز اسهل. والله يا ماما انت ست طيبه، بنات اليومين دول الشاطره فيهم يا دوب تعرف تقلي بيضه. وماله؟ اللي ما تعرفش تتعلم. يا ماما الدنيا اتغيرت. لا الرجاله بيتجوزوا عشان الستات تشتغل في البيت، ولا البنات عاوزين يتجوزوا عشان يشتغلوا في البيت. وصارت ايامنا. والله كانت الواحده فينا بتعمل كل حاجه بايدها. الست مننا كانت اميره وشغاله في بيتها في نفس الوقت. مشكله الشغاله دي طبت علينا في وقت غير مناسب. هنعمل ايه بقى؟ اذا كان في ناس مهمتها انها تصعب الحياه وتعقدها من غير لازمه. اهلا يا استاذ عبد الحميد. اهلا. ايه بس يا اشرف يا ابني؟ انت ايه اللي بتعمله فينا ده؟ في ايه بس؟ قهوه؟ نتقابل على قهوه؟ ما انت عندك بيت واحنا عندنا بيت. ايه اللزوم وقله القيمه دي؟ الناس يقولوا علينا ايه؟ يا استاذ عبد الحميد انا يا دوب سايب النيابه وخارج من مكتب مقفول عليا. اول واحد يشوف الدنيا. تشرب ايه يا حاج عبد الحميد؟ فنجان قهوه ساده يا ابني. وانا كمان عايز قهوه ساده، وشيل الشاي ده عشان مش عاجبني. والله العيب مش من عندنا يا باشا، الميه كل يوم ليها طعم وريحه. دي مش تبوظ طعم الشاي وبس، دي تبوظ طعم الدنيا كلها. حيث كده بقى هتبقى القهوه نفس طعم الشاي. طيب افتح لنا ازازه ميه معدنيه واعمل لنا منها فنجانين. امرك يا استاذ. خير يا اشرف بيه. طمن يا استاذ عبد الحميد. كل الطلبه المحجوزين على ذمه التحقيق في الغالب هيفرج عنهم كلهم. بس المساله مساله وقت واجراءات. عشتنا طيرت بين يوم وليله يا استاذ اشرف. الهم بقى ساكن معانا على طول من يوم المصيبة دي ما جت لغاية عندنا. الله يسامحه بقى تيمور. مصيبة ليه يا أستاذ عبد الحميد؟ ما هو إحنا كده اتسجلنا واترصدنا على ابننا إخوان، وكل خطوة من هنا ورايح هتبقى محسوبة علينا. مين الجبار اللي لعب في دماغه بالسرعة دي؟ ده اللي عاوز يبرمج تليفون محمول بياخد وقت أكتر من كده. أدي القهوة النقية. على مالك يا ابني؟ اتفضل. وبقية المية المعدنية؟ والتسقيفه دي ليه؟ طيب شكرا يا ابني. استاذ عبد الحميد انا عاوز اطمنك، تيمور مش اخواني اصيل. يعني ايه؟ يعني ما عندوش قناعه كافيه. امال راح ليه؟ تيمور يا اما عاشق والهان او انتهازي صغير. هو انت استجوبته؟ هو لا، لكن استجوبت زمايلي وقدرت اعرف منهم اصل الحكايه ايه بالظبط. ودي بقى تبقى تناقشوا فيها بعد ما يخرج بالسلامه ان شاء الله.
طب ما تقول لي ايه الحكايه بالظبط وريحني اشرب بيها. تيمور دخل في قصه حب. حب شريف طبعا مع زميله ليه في المستشفى اللي بيتدرب فيها، وزميلته دي ابوها طبيب اخواني كبير وصاحب المستشفى. سبحانك ربي لا اله الا انت، اني كنت من الظالمين. ارجو ان حضرتك تكون فهمت وجهه نظري. مفهوم يا ابني مفهوم. المساله مغريه، ابوها صاحب مستشفى يعني اكيد هيتخرج يلاقي العروسه والوظيفه، اكيد حسبها في دماغه. الحكومه هتعينه دكتور ب 200 جنيه في الشهر، ده بكتير. بس دول كده يعني يبقوا يعني ناس. ايه يا استاذ عبد الحميد؟ تيمور هو اللي راح لهم برجليه وعليه يقبل شروطهم اذا كان عندهم شروط. ايوه ونظلمهم ليه؟ مش يمكن هو اللي اتطوع؟ على كل حال المسائل دي موجوده عندنا وعند غيرنا. تيمور طمع في الثروه والسلطه. طب الثروه جايز، انما ايه السلطه اللي عند الاخوان؟ سلطه التاثير في الناس. يجوز. عموما الاخوان عندهم اماكن خاليه كتير تستوعب عشرات زي تيمور. اي والله عندك حق، انما حزب الحكومه كامل العدد وقوائم انتظار الانتهازيين الجدد طويله وملهاش اخر. ليه كده يا ابني؟ ليه تعمل في نفسك كده بس يا تيمور؟ يا ابو ساميه نهارك ابيض يا عم فتحي. اهلا يا فتحي. يا ابني حمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حماتي. ابويا اهلا يا حبايبي يا حلوين، تعالوا تعالوا. ربنا يخليك لهم وما ينحرموش منك ابدا ويفرحك بيهم. يسمع منك ربنا يا حماتي. اخش اصحي لك مراتك؟ ايه ده؟ هي هنا؟ اه هنا. خير؟ ما راحتش شغلها ليه؟ يبقى اسالها انت بقى. خد يا ده مصطفى. عايده. امسك يا عايده. عايده اصحي يا حبيبتي، جوزك وصل بالسلامه. الحمد لله على السلامه يا فتحي. الله يسلمك. انا قلقت عليك لما عرفت ان انت في البيت وما رحتيش الشغل، خفت لاكوني تعبانه ولا حاجه. لا انا صحتي عالي العال. لازم اللي مشغليني كانوا مسافرين ولا حاجه. يا اخويا يسافروا ولا يقعدوا، هم حرين بقى، ربنا يسهل لهم. طردوني يا فتحي. طردوكي؟ عايدة هو كلش طلع بدماغك يا عايدة وعملت حاجة غلط ولا كوني مديت ايدك ولا حاجة؟ ده رأيه يا فتحي، هو أنا من اللي بيعملوا حاجة غلط ولا بيمدوا ايديهم؟ طردوني عشان عملت الصح، عشان مرضيتش أغضب ربنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. تغضب ربنا ازاي يا عايدة؟ وبعدين الناس كمل وعارفين ربنا، وانت قلت كده بعاتبة لساني. عملوا ايه بالظبط يا عايدة؟ وهم ما عملوش حاجة يا ابني، مراتك هي اللي عملت، واللي عملته ما عجبهمش. مراتك لبست النقاب يا فتحي. نقاب؟ لبست النقاب يا عايده؟ ايوه. انا مش مصدق، فين النقاب ده؟ عندها طقمين جوه، خش هاتيهم فرجيهم لجوزك. اه ده الحكايه بصحيح على كده. قبل اي حاجه انا راجع من سيدك جواني تعبان وعينيها ما شافتش النوم بقالها يومين، وضهري مقطوم من الحموله اللي عتقتها، وجبت لك الدش اللي قلبت دماغي بيه. حياه امك مع ورايتك. ماشي يا فتحي ماشي. دقن دي كلها ومش اخوان؟ سعاده الباشا، الاخوان من غير دقون وفي منهم بدقون. وبعدين من امتى كانت الدقن دي علامه تقوى ولا ايمان؟ لما الكفار كلهم كانوا بدقون والمسلمين كمان كانوا بدقون، ايام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. طب انت مربيها ليه وبالطريقه دي؟ ما بلاش احراج يا باشا من فضلك. وانا بسالك عن شيء غير ظاهر فيك، ما انت بتقابل الناس كل يوم بالدقن دي. سعاده الباشا انا قلت لحضرتك قبل كده في التحقيق انه انا ساكن في حاره منتصر المتفرعه من حاره عبد الجليل المتفرعه من حاره مسعده ام الخلاخيل، شارع وكاشه اسطبل عنتر. ايه علاقه ده بدقن حضرتك طالما انك مش مربيها لاي سبب او غرض ديني؟ مفيش ميه، مفيش ميه عشان احلق. سعاده الباشا حضرتك تعرف اين يقع اسطبل عنتر في خريطه جمهوريه مصر العربيه؟ في جبل المقطم. عمرنا ما سمعنا ان المايه طلعت جبل قبل كده يا سعاده الباشا، فسبتها تاخد راحتها، بعد كده ببقى بهذبها بالمقص الناشف. انت مراوغ كبير قوي. لا انا بقول لحضرتك على الحقيقه.
الصور وانت شفتها كنت في قلب الاحداث فعلا. ومباحث امن الدوله بتقول انه تم القبض عليك في مساكن المدينه الجماعيه مع اتنين من زمايلك في جماعه الاخوان. ده حقيقي؟ عايز تفسير. انا كنت جوه الاحداث فعلا، كنت مشارك فيها وشاركت عن قناعه وبدون تكليف من اي حد. انا كنت متطوع. متطوع؟ ها متطوع. اي معارضه للحكومه انا معاها على طول، مش فارقه معايا بقى اخوان مش اخوان، مش مهم. اي لمه ناس اعرف انها ضد الحكومه بخش فيها طوال. والسبب؟ والله يا باشا الاجابه على سؤال حضرتك من كلمه واحده بس، مش بالكلام، بالمشاهده. تعال عندنا في مره وانا عازمك يا باشا في اسطبل عنتر، شارع عكاشه، حاره مسعد ام الخلاخيل، متفرعه من حاره عبد الجليل منتصر. قلت لك قبل كده بطل مراوغه. فين هي بس المراوغه دي يا سعاده الباشا؟ انا بقول لحضرتك على الحقيقه، سعاده الباشا اللي عايش عيشتنا دي لازم يبقى معاه اي معارضه، حتى لو كانت معارضه كدابه، حتى لو كانت معارضه عاجزه عن انها تعمل اي حاجه، حتى لو كانت معارضه فاسده. عارف حضرتك يا سعاده الباشا اللي عنده وجع في جنابه الاثنين بيعمل ايه؟ انا اقول لحضرتك هو بيعمل ايه؟ بيتقلب على الجنبين، ينام على الجنب ده، وبعد كده لما يريح ينام على الجنب التاني، والقلم وراه. ساعة الباشا احنا عايشين مع الإهمال والفساد والجشع والاحتقار والخوف، احنا عايشين مع الخوف. الخوف لو اتجبل مع أي هزة أرضية يبقى كله فوق دماغنا. تعالى عندنا يا باشا في الحتة، وانت تعرف انا ليه مع اي معارضة. يا حسين انت مقبوض عليك وسط مجموعة نشطة من الجماعة. ده صحيح يا باشا، انا ما انكرتش، بس لازم برضو يكون عندي صحاب عندهم مية في الحنفيات، عندهم دش بينزل مية. مش معقولة يعني هخش على واحد صاحبي من دول وهو قاعد مع ابوه وامه واخواته اقول لهم سلام عليكم انا صاحبه على فكرة، هخش بس اتحمى واخرج على طول. عايز اصدق الكلام ده؟ وانا مش عايز حضرتك تصدق الكلام ده يا باشا. ليه؟ عشان عايز ابقى مذنب ومدان. برضه ليه؟ ساعات الباشا انا لو خدت حكم ودخلت بيه السجن اكيد اكيد العيشه فيها هتكون اكرم واحسن وافضل بكتير قوي من العيشه في حاره منتصر المتفرعه من حاره عبد الجليل، المتفرعه من حاره مسعد ام الخلاخيل. اسطبل عنتر. هل لديك اخوان اخرى؟ كتير قوي، بس يا رب يكون نبي حضرتك وقت عشان تسمعها. انتهت اخونا. امضي يا حسين. حاضر. وبعدين في خانة المرور اللي احنا فيها دي هتفضل مخنوقة كده على طول؟ زعلان من خانقة المرور بس؟ أمال تقول إيه في الخانقة اللي البلد فيها كلها؟ ألو؟ أيوة؟ موجود. تليفون لفضيلتك يا مولانا. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا 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 بابننا العزيز. في أخبار سارة؟ هاتها بسرعة. بارك الله فيك، بارك الله فيك. هي فعلا أخبار سارة. جزاك الله كل خير، مع السلامة. النمرة دي لها مدة معك؟ اطمئن فضيلتك، دي نمرة جديدة خالص بتاعة أخ فاضل فرارجي من الزقازيق. أيوة كده، خلي بالك مش عاوزين اخواننا البعدة يلزقولنا اكتر ما هم لازقين. والاخبار السره دي يا مولانا سر ولا مباحه؟ لا مباحه طبعا. نيابه امن الدوله افرجت عن ولادنا الطلبه بتوع الجامعه، مش كلهم طبعا، شويه منهم. ما هي دي طريقه الحكومه، لما يقبضوا علينا ياخدونا كلنا، ولما يفرجوا عنا تسيبنا بالتقسيط المريح.
ومن غير انتظام في المواعيد. لا انا كده هتاخر قوي، عندي ميعاد. الضروره لا احكام يا مولانا. احكام زي اللي بناخدها ولا اخف شويه؟ مولانا اتأخر قوي. مولانا اتصل من لحظات، هو على وصول. المرور انت عارف البلد مخنوقة. تحب تاخد قهوة تاني؟ لا 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 اشكرك، فنجان واحد كفاية. هو حضرتك قلت لي من جورنال ايه؟ لا انا مش من جورنال، انا الجورنال، انا صاحب الجورنال ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير. المقامات محفوظة، ما هو باين. انا كان سؤالي عن اسم الجورنال. صوت الناس، اسم الجورنال صوت الناس. صوت الناس ده جورنال جديد؟ مش جديد قوي، احنا بقالنا في السوق 3 سنين ونص. معقوله ما قريتوش؟ الحقيقه ما وقعش تحت ايدي يا سيدي. بسيط، اديني بس العنوان وانا ابعت لك نسخه توصلك لغايه البيت. لا ابعتها لي على هنا، انا طول اليوم موجود هنا. استاذ وفيق، مولانا وصل. اتفضل يا استاذ عزت. اتفضل سعادتك. انا متشكر. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوه مولانا وصل من لحظات. هو عنده مقابلة صحفية دلوقتي. أنا مش عارف المقابلة هتخلص إمتى. أول ما فضلته يخلص هطلب حضرتك. مع ألف سلامة. أهلاً وسهلاً. شرف كبير إني أقابل فضيلتك. وشرف أكبر موافقة فضيلتك إجراء حوار للجورنال بتاعنا. شوف يا أستاذ عزت، بخصوص الحوار أنا مانع نفسي من إجراء حوارات، لأني ما بخبيش حاجة وبقول كل اللي عندي، وجرايد الحكومة واقفالي على الوحدة. دول زي صيادين التعابين بيدخلوا الشقوق ما بيصدقوا يلاقوا كلمة شاردة ويعملوا منها حكاية ورواية. هنا بقى دور الصحافة المستقلة عشان توضح وجهة النظر التانية. بص، إحنا لا عاوزين توضيح ولا غيره، ولا بنعمل اعتبار للكلام اللي بيقولوه زمايلك بتوع الحكومة. زمايل المهنة يعني؟ زمايل المهنة والحزب. انت ناسي ان انت عضو في حزب الحكومة يا استاذ. فضلتك عرفت ازاي؟ انت فاكر جماعة الاخوان دي جماعة رحلات ولا جماعة موسيقى؟ هو انت مش اسم حضرتك بالكامل عزت محسن رشد المر؟ تمام. اسم الوالدة رجاء خالد أبو المكارم. دي حاجة ما تخصناش، والدتك وانت حر فيها. اللي يخص فضيلتك إزاي صحفي منتمي للحزب الوطني يحاور أهم شخصية في جماعة الإخوان. ودي برضو ما فيهاش حاجة. وطني، وفد، تجمع، تكون زي ما تكون، مش فارقة. حضرتك بتشوف الجورنال بتاعنا؟ طبعا لازم نشوف كل حاجة، لازم الواحد يبص حواليه. طلباتك. فضلتك وعدتني بالحوار. أنا وعدتك بالمقابلة وديك مشرفنا. كنت طمعان في دعم إعلاني من الشركات التابعة ليكم. هو أنت الجورنال بتاعك مش فيه قسم خاص بالإعلانات؟ خليه ينشط مع الشركات دي. إن شاء الله ينشط، لكن بتوجيهات من سيادتك. عشان خاطري بلاش حكاية التوجيهات دي، خلي التوجيهات لبتوع التوجيهات، احنا ناس بتوع ربنا. ونعمة بالله، بلاش توجيهات يا مولانا، نخليها بتزكية من فضيلتك، وان شاء الله قسم الاعلانات يحقق نتيجة كويسة. هو الجورنال بتاعك بيوزع كام نسخة؟ حاليا 35,000، والحمد لله بتزيد. بس انا المعلومات اللي عندي بتقول انهم 14,000 نسخة بس. وانا ما اقدرش اكدب سيادتك. اعتبر نفسك بتوزع من العدد اللي بعد اللي جاي 15,000 نسخة. هنشتري 1,000 نسخة بس. بس ايه؟ دول 2,000 جنيه في الأسبوع يا مولانا. انتوا بتشتروا بال5,000 وال10,000 من جرايد، ممكن أقول لفضيلتك عليها. وتقول لي عليها ليه؟ ما أنا عارف كل حاجة. أنت فاكرني قاعد هنا شيخ طريقة؟ ما كلهم ابتدوا زيك كده. وأنا في الخدمة في الوقت الحالي. مش عايزين منك خدمات يا أخ عزت.
احنا منهجنا قائم على التأني والتريث، قفزات الأرانب دي خارج المنهج بتاعنا تماما. جنب الألف نسخة مفيش إعلانات؟ اديني فرصة وربنا يكرم. بعد إذن فضلتك أنا لازم آخد ولو ملو عمود عشان الجورنال أو تصريح ننفرد بيه، وهو يبقى بداية تعاون. اكتب إن مسرور إنهم أفرجوا عن ولادنا طلبة الإخوان في جامعة الأزهر. تيمور تيمور يا ابني يا ايه جرى ايه؟ ايه اللي حصل عشان الفضيحة اللي ملهاش لازمة دي؟ تيمور يا عبد الحميد، تيمور خرج بالسلامة، تيمور اهو شايفه. بس ايه لزومها الزغاريد دي؟ ولا هو ما شافهمش وهم بيعيطوا، شافهم وهم بيزغرطوا؟ الله، نقول للناس ايه يا حاجة؟ نقول لهم ابننا كان في السجن ولسه خارج؟ طب لو سألونا كان مسجون في ايه؟ هنعمل ايه؟ نقول يا اللي مش عارف تعال اعرف. اقفل باب الشقة يا حاجة وبلاش كلام فارغ. الحمد لله على السلامة يا دكتور. الله يسلمك يا بابا. قول لي يا ابني، أنا علمتك تكذب؟ لا. معنى كده إنك هتقول لي الحقيقة لو سألتك عليها؟ طبعاً وبكل صراحة. بذمتك يا ابني، أنت ليك في الإخوان؟ لا. طيب، ليك في أي جماعة إسلامية تانية أياً كان نوعها؟ لا. بس ليك في الإسلام. الإسلام اللي إحنا نعرفه، شرع ربنا وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الشرع اللي انا علمته لك قبل حتى ما تعرف الف به. حضرتك عارف كده كويس. امال ليه؟ ليه؟ يمكن اتاخد غلط، ما كتير بيتاخدوا غلط. طولي بالك انت شويه يا حاجه، رد عليا يا دكتور تيمور. انت ليه بقيت اخواني فجاه كده؟ بابا حضرتك واخد فكره غلط عن الاخوان. كده موافق، انا واخد فكره غلط عن الاخوان. هات لي انت بقى الفكره الصح، وانا مستعد ابلعها كانها حبايه اسبرين. الإخوان زيهم زي أي حزب، مفيش فرق بينهم وبين أي حد تاني، من حزب الوطني لحزب الأمة، كلهم أصحاب مصالح وكلهم وحوش غابة، فيهم الأسد والنمر والضبع، عد كده لحد لما توصل للفيران. وزي الأحزاب دي كلها ما فيها مستغلين ومنافقين وكذابين زفة، الإخوان كده برضه هو هدف واحد ليهم كلهم، وكل واحد بيحققه بطريقته. الإخوان اختاروا من يوم ما ربنا خلقهم الطريق اللي الناس بتحب تمشي فيه، الدين، لكن اللي جواهم هو اللي جوا كل الأحزاب. طب لما انت عارف كده رحت لهم ليه برجليك وازاي؟ او هنا بقى هتزعل مني، وامي كمان هتزعل مني. ابنكم يا جماعة انتهازي، ويا اما انا انتهازي واضح وصريح يا اما انا حسبتها غلط. أنا لما عرفت إن نهاية التفوق والدراسة في الآخر 300 جنيه في الشهر، يعني يا دوبك تمن أكلة كباب لنفرين عند أي مطعم كبابجي على قد حاله، وإن في الآخر هتحول لموظف بدل ما أكون عالم أو باحث، فما صدقت لقيت باب مفتوح. حبيت زميلتك اللي هي بنت قطب إخواني كبير وصاحب مستشفى خاص. أنت حضرتك عارف. لقيتك بتقول الحقيقة يا ابني، فرحت بيك، ولأن الإخوان لازم يتجوزوا من بعض. واللي مش إخوان لازم يبقى إخوان عشان الجوازة تتم، أنت دخلت الإخوان، مش كده؟ بس اللي ما تعرفوش بقى يا حبيبي إنه مش كفاية إن العريس والعروسة يدخلوا الإخوان، لا، ده لازم العيلة كلها. طيب، كنت هتعمل معانا إيه لما يطلبوا منك تجيب عيلتك؟ أنا قلت لحضرتك في أول كلامي أنا انتهازي. قلت الكلام ده في النيابة؟ لا طبعا. ليه؟ أنا أكشف نفسي قدام أهلي، على الأقل هيستروني لما يلاقوني عريان قدامهم، لكن قدام النيابة هبقى مفضوح. أنا كنت قدام وكيل النيابة إخواني صميم. تسلم يا ابني. طيب، بما إن مشروعك الانتهازي ده فشل وباظ، قولي أنت ناوي على إيه؟ والله طول ليالي الحبس وانا بفكر في الموضوع ده. ويا ترى وصلت النتيجة؟ تقريبا بإذن الله، أول ما أخلص دراستي أسافر بره، وزي ما تكون تكون.
ما هي مقفله هنا. ماشي ماشي، اسيبك انا بقى تقعد مع امك تتناقشوا في مساله السفر، تحكي لها عن ايام الحبس. اما انا فكفايه قوي عليا لحد كده. ده انا حتى مش عارف اتمنى لك ايه، انك تطلع انتهازي بجد ولا اخوانجي بجد ولا ايه بجد. ربنا يهديك وينور بصيرتك. انتوا متاكدين انها محكمه عسكريه؟ ايوه فضيلتك، معقول ننقل المعلومه غلط؟ لله الامر من قبل ومن بعد، بقى التائبون العابدون، السائحون الحامدون، الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، يتقدموا المحكمة عسكرية، والسفلة والقوادين والفاسدين والطغاة أحرار بيبرطعوا في البلد زي ما هم عاوزين. يا سيدي عارف، والله عارف إنهم سامعيني دلوقتي، ويمكن يكونوا شايفيننا كمان. يتفضلوا يتفضلوا يقبضوا عليا لو عاوزين. المسألة دي لازم واجهتها إعلاميا. من حق المواطن إنه يتحاكم قدام قاضيه الطبيعي. طب والعمل فضيلتك؟ هاتوا لهم كبار محامين أعضاء جماعة الإخوان ومحامين حقوق الإنسان وأعضاء المنظمات الحقوقية والإنسانية. لازم نوجعهم زي ما وجعونا. هم مش خايفين لا نعمل لهم حزب، هنعمل لهم الحزب. حزب؟ بس احنا كده بنخرج عن الخط وبنخالف تعليمات ومنهج الإمام حسن البنا. واحنا خالفنا منهج الإمام رحمة الله عليه في ايه؟ الإمام رحمه الله كان رافض الأحزاب وله رأي قاسي بخصوصها. ورأي الإمام سلام الله عليه ايه يا دكتور؟ رأيه ان الأحزاب مفسدة للأمة. أعتقد أنه كتب مقال سنة 46 قال فيه آن الأوان أن ترتفع الأصوات بالقضاء على نظام الحزبية في مصر، وكان رأي فضيلته أن الأحزاب بتقسم الأمة ولا تتفق مع المنهج الإسلامي. زمن الإمام غير الزمن ده خالص، والإمام رحمة الله عليه كان بيتصرف حسب مقتضيات الأمور. لكن ما شاء الله عليك لسه فاكر آراء وأفكار الإمام رحمة الله عليه. الإمام الراحل لا ينسى، لا هو ولا أقواله. ده صحيح. أنا كمان فاكر إن الإمام المرشد الأول قال في رسالة التعليم يتعين على العضو الثقة بالقائد والإخلاص له والسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. ايوه عندك شغل. مش فجأة كده يا استاذ، ما اقدرش اشتغل في الخارجي وانا لابسه فستان قصير ممكن الهواء يطيره، ده غير الكعب العالي، وحضرتك عارف الشوارع بتاعتنا. وانت عارفه الشغل عندنا، وبالذات في البرنامج اللي انت على قوته. الشغل هو اللي بيفرض نفسه مش احنا اللي بنختاره، ودلوقتي في شغل ومستعجل. بعد اذنك لو فيها سفر المسألة هتبقى صعبة. هي مسألة صعبة فعلا، بس ما فيهاش سفر. جات لي معلومه ان في راجل عجوز عامل نفسه خطيب ولم حوالين الناس في جنينه الأرمان، فاكر نفسه في هايد بارك وسايبينه. عايزك تلحقيه وهو لسه شغال، تنزلي تصوريه من غير ما يحس ان في اي حد بيصوره. وخلي بالك لو ظبطتي الموضوع ده قررت عينك هيبقى عمدي من رئيس مجلس الاداره بكره. ايه مالك؟ اصل حضرتك بتحسسني جاي اطلب منك وظيفه وانا بكره كلمه وظيفه. يا ستي ما تزعليش، ماشي بس انزلي بسرعه علشان العربيه والكرو كلهم مستنيينك تحت. فرضنا ما راحش جنينه الأرمان، هتلاقيه في اي جنينه تانيه، انما هو غاوي جنينه الأرمان، شكله كده له ذكريات حلوه فيها. هايت بارك؟ وتطلع ايه هايت بارك دي؟ لا وحياه امه تقول لي راجل عجوز ولا حتى لسه في اللفه. كل واحد عندي هنا لازم يلزم حدوده، والا والله العظيم الجنينه دي لو هتعمل لي مشاكل انا مستعد احولها جراج ياخد له 2000 عربيه وحل لي مشكله من مشاكل المرور. انا عايز الراجل ده، عايزه يعمل لنا هيئة بركة عندنا هنا في المديرية. لا حول ولا
ولا قوه الا بالله. الراجل ضيع نفسه عشان كلمتين قالهم. ربنا معاه، هو ده حمل بهدله يا جدعان، ده رجليه مش شايلاه. هلف الهدوم اللي كنت لابساها والهدوم اللي عليا هي اللي هحاسب عليها دلوقتي. ايه في ايه مالك بتبصي لي كده ليه؟ الاسعار جوه الهدوم. يعني ايه؟ يعني حضرتك تغيري تاني وتلبسي هدومك، وبعد كده هنحاسب على الهدوم الجديده، وانت حره بقى تتصرفي فيها زي ما انت عاوزه. هي فين الاسعار؟ خدي بقى احسبي بسرعه عشان عندي شغل. والنبي بسرعه بس عشان انا مستعجله. لا مش خلاص، لكن تقدري تقولي كده تفرق الجمع. شكلك جيتي متاخره يا انسه. تفرق الجمع ازاي يعني؟ انا اقول لك، انت عارفه الديب لما يهجم على عشه فراخ بيتفرق الجمع. قصدك البوليس هجم وخطف الديك اللي كان بيصيح؟ الصراحه انا اول مره اعرف ان بتوع التلفزيون حلوين قوي كده. متشكر. طب انت فاكر هو قال ايه؟ قال اي حاجه تزعل حد؟ انا حافظ كل كلمه قالها بصراحه. الراجل كان بيقول كلام موزون و10 على 10، كل كلمه كانت بتخرج من بقه تقول لنا هو قال ايه بالظبط؟ انت عارفه لو حد غيرك طلب مني الطلب ده انا لا يمكن اوافق، بس في ناس معينه ما تعرفيش تقول لها. محمود شغل الكاميرا. عينيا. هطلع في التلفزيون؟ ان شاء الله. امتى؟ اديني موبايلك وانا اقول لك. ما عنديش. طب تليفون عادي. مع اصل انا بجيب كارت ب 5 جنيه واروح حاطه في الكابين واروح مدي. حضرتك شغال ايه بالظبط؟ انا عاطل. طب لما نحب نلاقيك نوصل لك ازاي؟ في الجنينه، انا 24 ساعه قاعد في الجنينه. اقول لك على حاجه، اديني انت تليفونك وهجيب لك كارت ب 10 واقفل عليك الكابينه برضه واقعد. طب خلاص خلاص لما نخلص. جاهز؟ انا جاهز. طيب ممكن بقى توريني بالظبط هو عمل ايه؟ قوي قوي. بص هو لما طلع، هو راح طلع مفيش حاجه، الراجل راح طلع هنا وراح قايل هلمه أنا جاي أحذركم من التتار، بس التتار بتوع الأيام دي، وبقول لكم إن الجنينة الجميلة دي مستهدفة، التتار عينهم عليها، والنهاردة الأرمان، وبكرة حديقة الحيوان وجامعة القاهرة كمان، والحكومة مستعدة تبيع، تخصص وبعدين تبيع، التتار مسكوا بدل السيوف فلوس، وفلوس التتار بتقطع رقاب، بتقلع الشجر الأخضر من جذوره، بتهدم بيوت، بتخرب زمن. الفلوس اللي في ايد التتار بتسن القوانين اللي على كيفها وعلى مزاجها. فاكرين المسرحيه اللي عادل امام بيقول فيها كل واحد يخلي باله من لغاليغه؟ انا بقى بقول لكم خلي بالكم من بلدكم. تمام يا باشا، تم الاستقبال وجاري التنفيذ. اطلع على الأرمان يا ابني. قال ايه عشوائيات؟ وهو مين اللي عمل العشوائيات؟ عقول عشوائية. ولعلمكم العشوائيات ابتدت في البلد دي من بدري. هي المساكن الشعبية اللي حوطت القاهرة في عزها كانت ايه؟ كانت بداية العشوائيات. أياميها الناس فرحوا بيها، واحنا بنفرح بأي حاجة. بنفرح لما تهب علينا نسمة باردة في يوم حر. كان يجرى ايه لو كانوا عملوا الشقق واسعة وشرحة عشان تسع العيلة. مسكينة يا بلد. كبسة اخلع يلا يا بودة على الكل. تعال هات بس تعال. واقف واقف مش عارفة. اخلع يلا زي ما قلت لك. شفت وانت يا حلوة بتعملي ايه هنا؟ هي ناقصة بتوع التلفزيون؟ هاتوها هي واللي معاها. الأرمان اتضربت، الأرمان اتضربت. تروح فين يا متحسبي؟ اهرب.
وانت لابس طربوش ليه يا جدو؟ انا البس طربوش، البس عمه، البس برنيطه، دي حريه شخصيه يا ابني. يا راجل ده انت الوحيد اللي في مصر لابس طربوش، ولا انت بقى عايز تلفتيك الانظار يا جدو ولا ايه؟ ولا ده فيلم بتصوروه ولا ايه حكايتكم بالظبط؟ اولا بالنسبه للطربوش فانا قررت الرجوع ليه بارادتي، بيفكرني بالايام الحلوه. طب بس خلي الايام الحلوه ليك يابا، محضر اتفتح. اسمك يا عم الشيخ؟ احمدي محفوظ فج النور. سن؟ انا من مواليد 24. احسبها انت براحتك. ادينا وديك طولة العمر يابا. عنوانك فين؟ 17 شارع السلحدار، مصر الجديدة. مصر الجديدة؟ ايوه مصر الجديدة. في حاجة مزعلاك في مصر الجديدة؟ لا احنا مش زعلان من مصر الجديدة، انا زعلان منك انت يابا. لما انت في مصر الجديدة ليه بتهاجم محافظة تانية؟ عندك الميريلاند، الحديقة الدولية، ولا دول ما ينفعش فيهم الهايد بارك بتاعت حضرتك؟ انا اتجهت للمناطق المهددة بالخطر. ايه؟ مناطق؟ ما علينا. المهنة؟ مدير عام سابق لحدائق مدينة القاهرة، وانا في الاصل ابني مهندس حدائق. عشان كده الظاهر برضو ان السن ليه احكام يابا. حضرة الضابط انت في سن احفادي فبلاش تزعلني، لعلمك انا زعلي وحش جدا. اذا كان عندك تهمه محدده انا جاهز، الا تهمه واحده انت عارفها، اياك تقول مختل عقليا، في الحاله دي هقاضيك بتهمه السب والقذف. وانا شاهده. اولا انت مفيش معاكي تصريح بالتصوير، ولسه هنشوف انت صورت ايه بالظبط، واكيد صورت حاجات بتسيء لسمعه مصر. بما انك قلت اولا لازم تعرف ان التصريح اللي بتقول عليه ده بدعه. الجنينه يا محترم ما هياش منطقه عسكريه، دي معموله اصلا عشان الناس تتفسح فيها، تشم هوا، تتصور، يكون ليهم ذكريات. وبعدين قول لي هم السياح الاجانب دول بيبقى معاهم تصريح بالتصوير؟ وبما انك قلت اولا وما قلتش ثانيا انا بقى هقول لك ثانيا، الاساءه لمصر اللي بتقول عليها دي لحن بايخ واسطوانه مشروخه واغنيه مسخه تعجب اللي عندهم تخلف عقلي. على فكره انت كده بتورطي نفسك اكتر. انا من اسره قضائيه وعارفه انا بقول ايه، ولازم تعرف ان القانون عليا وعليك والقانون هياخد مجراه. وخلي بالك اي مساس بالكاميرا او العبث بالماده المصوره والمسجله يعتبر اعتداء على الملكيه الخاصه واتلاف ممتلكات الغير عن عمد. انا مش قلت لك اعصابك لازم تكون هاديه مهما الامور اتازمت؟ وفي ايه؟ امال فين اشرف؟ اهو. انا شايف ان الاستغاثه بتاعتك ملهاش لزوم ولا حاجه، انت ما شاء الله عليكي قد الموقف اللي انت فيه. ايه الحكايه؟ الحكايه اني عايز اعرف مين حضرتك ومين حضرته عشان تدخلوا عليا كده كانكم داخلين قهوه تشربوا حاجه فيها. انا والراجل الطيب الحاج ابو طربوش ده اتقبض علينا في جنينه الاورمان دون ذنب او جريره، وكذلك كل فريق عمل البرنامج. دون ذنب او جريره؟ ايوه. انا ابني المستشار عبد الله كساب، وده اشرف بيه هلال وكيل النائب العام. مكتب جناب المأمور في الدور اللي فوقينا على طول. المعامله كانت كويسه في التخشيبه ولا نفتح على الداخليه الليله في كل برامج السهر؟ لا يا استاذ احنا ما دخلناش التخشيبه، احنا كنا واقفين قدامها بس. وفين شيرين؟ هو احنا خرجنا ولا مش شيرين؟ دي طلعت جامده قوي يا ريس، دي جواها دسته محامين. ايوه بس اول طالعه ليها ودتكم الاسم. عشان كده انا متاكد ان البنت دي مستقبلها هيكون كبير معانا. معاكم الماده المصوره كلها؟ طبعا يا ريس. طب تعالوا نتفرج عليها. يلا نشوف ايه اللي ودكم الاسم. الله يكون حاجه تستاهل. من 40 لـ50 مليون دولار. كتير فضيلتك. المشكلة مش في توفير المبلغ، الفلوس موجودة والحمد لله. المشكلة في الموافقة على المحطة الفضائية نفسها. المحطة الفضائية في الوقت الحالي ضرورة حتمية، زيها زي مطبعة اللي أسسها المرحوم حسن البنا، وكان وقتها الجماعة لسه وليدة. تفتكر الحصول على موافقة أمر سهل؟ ما ظنش. تبقى حكومة غبية لو وافقت إنه كل الجماعة قناة فضائية، عشان كده مفيش داعي نوجع دماغنا. خلاص نخلي حد غيرنا يعملها فضيلتك. وهي دي برضو حاجة هتخفى على الأمن، دي قناة فضائية مش مشغل ولا مستوصف عشان الأمن يشوفها ويعمل مش شايف. إيه رأي فضيلتك؟ نجرب؟ نجرب إيه بس؟ ما إحنا جربنا قبل كده في الأحزاب والنتيجة أنتوا أدرى بيها. خلاص تبث القناة من أي بلد تانية. ولازمتها إيه الغربة؟
ما احنا بدل ما يبقى عندنا قناة فضائية واحدة ممكن يبقى عندنا 2 و3 و4، وزي ما عندنا ناس في الصحافة ممكن يبقى لينا ناسنا في الفضائيات. وعلى رأي المثل شرى العبد ولا تربيته. أدينا متفائلين بتنزيل الأحوال للجميع. لو سمحت فضلتك لحظة واحدة. أيوه أخ مجدي. كلام إيه الفارغ ده؟ أنا قلت ستات الإخوان يطلعوا المظاهرة، يعني يطلعوا المظاهرة ومش عاوزين يطلعوا ليه بالظبط؟ هم فضلتك خايفين من التحرش والاحتكاك، يعني الموضوع متعلق بالعفاف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا أمرت يطلعوا المظاهرة مش عياء، أنا قلت يطلعوا المظاهرة هم وعيالهم الرضع، عشان الموتورين بتوع أمن الدولة لما يلاقوا ستات يخافوا يهجموا على المظاهرة. هو فضلتك المفروض مين اللي يحمي مين؟ الستات هي اللي تحمي الرجالة ولا الرجالة هي اللي تحمي الستات؟ الجهات فرض على الرجل والمرأة. النسوان دي ما كناش بنجوزهم ونسطرهم ونشغل رجالتهم ونفتح لأولادهم مدارس عشان يقعدوا في بيوتهم ويرنخوا، ولما نطلبهم للجهاد يسمعونا حجج بطالة. الست اللي مش هتطلع المظاهرة تسيب بيت جوزها وتروح على بيت أهلها. السلام عليكم. أهلاً 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 أهلاً. إزيك يا حبيب قلبي؟ عامل إيه؟ الحمد لله كله تمام؟ الحمد لله. بسم الله ما شاء الله عليك، وشك منور. لا لا طبعا عندك حق، بارك الله فيك. موضوع زي ده انا بفكر نطرحه في حلقه مقبله باذن الله. يعني حضرتك متفق معايا في الموضوع ده ان الموضوع مهم يا استاذ عاطف؟ طبعا موضوع مهم جدا، اي حاجه تخص سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام اكيد طبعا حاجه مهمه. ربنا يخليك يا استاذ. الاخت اللي عدت دي مذيعه جديده ولا ضيفه؟ لا لا دي معده معايا في البرنامج. معده؟ بسم الله ما شاء الله، الاعداد بقى حاجه جميله. شيرين، عايزين الراجل التحفه بتاع جنينه الاورمان ده، عايزين نعمل عنه حلقه كامله. زي ما شفت الراجل دمه خفيف موت، وانت بقى وشطارتك في الاعداد. يعني انا اللي هعد الحلقه؟ ايوه. ومين اللي هيقدمها؟ مش فاهم قصدي، يعني مين اللي هيحاور الراجل التحفه ابو دم خفيف؟ اي مذيع او مذيعه عندنا هنا في القناه. وليه مش انا؟ قلت ايه؟ قلت ليه مش انا بس، ادي اللي قلته. عشان ما عندكيش سابق خبره. ما حضرتك عارف انه 90% من المذيعين والمذيعات طلعوا على شاشات التلفزيون من غير سابق خبره. انا بقى عايزه معامله بالمثل. بالسرعة دي؟ شوية شوية، الحياة مش خطف. هي فعلاً مش خطف، بس إيه رأي حضرتك في المحاولة؟ يعني مجرد محاولة. هي الحلقة هتبقى مسجلة ولا على الهوا؟ تهالي ضيف زي باشمهندس فج النور ده الواحد ما يضمنش ممكن يقول إيه على الهوا، عشان كده الحلقة دي بالذات لازم تبقى مسجلة. خلاص يبقى المسألة حلت نفسها بنفسها، خلي اللي مش مضمون مع اللي مش مضمون وسيبني أنا أحاوره، ودي تبقى المحاولة. نجحت أهلاً وسهلاً، خابت وده مش هيحصل يبقى الحلقة تتسجل من أول وجديد بأي حد تاني، أما إذا نجحت فالأمور كلها يبقى ليها شكل تاني. لا شكل تاني ولا شكل تالت، الأول تنجحي بعد كده يبقى فيه بينا اتفاق ملزم. كفاية اللي بنشوفه اليومين دول، النجاح بقى بيحول الناس لوحوش. أيوة يا ابني. تحت أمرك يا فندم. معالي الشيخ عاطف عمار دخل الاستوديو ولا لسه؟ لسه في أوضة المكياج. طيب أول ما يخلص تسجيل الحلقة بتاعته أنا عايز أشوفه. حالا نبلغه. سلام. حضرتك خدت الموضوع جد؟ أنا كنت بهزر. بتهزري؟ تقريبا. للأسف كل حاجة بتبدأ في الأول هزار وبعد كده مرة واحدة تقوم قلبة جد. عندك مثلا الشيخ اللي بيقدم البرنامج عندنا هنا في القناة كان لازم تشوفيه أول يوم دخل فيه هنا، دلوقتي بقى كل ما يدخل علينا لازم معاه لستة طلبات وشروط. عمرك شفتي شيخ عايش دور نجم؟ صحفي من جريدة الأهرام.
الشيخ عاطف بيقول لحضرتك هو داخل الاستوديو دلوقتي حالا، يا ريت تكلمه بعد الظهر. مع السلامه يا فندم. يا شيخ عاطف ان شاء الله بعد ما تخلص تصوير تتفضل وتشرف مكتب مدير القناه. هحكي لكم حكايه صغيره تفهموا منها قصدي. تعالوا نشوف سيدنا عمر بن الخطاب عمل ايه. سيدنا عمر بن الخطاب كان زي عوايده ماشي بالليل يتفقد احوال الرعيه، وزي ما حضراتكم عارفين طبعا سيدنا عمر بن الخطاب كان من اشد الناس في الحق والعدل. حصل ايه مع سيدنا عمر؟ سيدنا عمر سمع والعياذ بالله من احد البيوت وهو ماشي بالليل جو مغنى ورقص، حاجه يعني زي ما اخواننا في الخليج بيسموها جو شكشكه. سيدنا عمر قرر يعمل ايه؟ سيدنا عمر قرر انه يطلع فوق سور البيت ويشوف ايه اللي بيجرى. والعياذ بالله اول ما طلع جاله ذهول من اللي شافه، لقى راجل ومعاه واحده ست وخمره ويعني وجو شكشكه بقى انتوا فاهمين. سيدنا عمر صرخ في الراجل وقال له يا عدو الله، فاكر ربنا هيسترك وانت على معصيه؟ الا ان الراجل العاصي واجه خليفه رسول الله وقال له يا امير المؤمنين ما تستعجلش، انا عصيت ربنا سبحانه وتعالى في مساله واحده، انما انت عصيته في ثلاثه. سيدنا عمر كان يغضب بشده ويثور الاسلام. سيدنا عمر مسك نفسه جدا وحاول يهدي نفسه لحد ما يعرف ايه الثلاث معاصي ارتكبهم. راجل عاصي ومتلبس بيتهم سيدنا عمر انه ارتكب ثلاث معاصي. لكنه نظر لامير المؤمنين وقال له معصيتك الاولى ربنا بيقول ولا تجسسوا وانت تجسست، ومعصيتك الثانيه ربنا بيقول وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها وانت طلعت من فوق سور البيت، معصيتك الثالثه ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وانت دخلت بيتي من غير إذن ولا سلام. نظر سيدنا عمر بن الخطاب للرجل وقال له هل عندك من خير إن عفوت عنك؟ فالرجل نظر لسيدنا عمر كده وقال له والله إن عفوت عني لا أعود لمثلها أبدا. خيرا ان شاء الله. ابدا يا شيخ عاطف، حبيت اسمع منك نفي او تاكيد على الاخبار اللي انا قريتها في الجرايد دي. الاخبار كتير قوي ما شاء الله، انهي اخبار تقصد بالظبط؟ سيادتك ناوي تسيب المحطه عندنا؟ والله ما اقدرش انكر ان في عروض كتير جات لي من محطات تانية وكلها عروض مغريه والحمد لله. سيادتك ناوي على ايه بقى؟ يعني انا لسه بدرس وبفكر وبستخير ربنا. طب والعقد اللي ما بيننا هنعمل فيه ايه؟ لا العقد ماشي، العقد عقد، حتى القنوات التانيه اللي عرضت عليا موافقه ان انا استمر معاكم. ايوه يا شيخ عاطف، بس احنا مش عايزينك مع حد تاني، انت هنا حصري معانا. ليه بس كده يا اخي العزيز؟ ده رزق، حد برضه يمنع الرزق اللي جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى؟ مين اللي قال ان احنا بنمنع الرزق؟ ما انت رزقك ماشي عندنا وزي الفل، انت عارف عقدك بكام. لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخي العزيز ربنا سبحانه وتعالى عايز يوسعها عليا شوية، ايه المانع؟ المانع بسيط، احنا عايزينك عندنا وبس، عشان تبقى ميزة بتنفرد بيها القناة بتاعتنا. إنما بقى لما هتبقى موجود في أكتر من قناة المسألة هتفرق معانا. ده شيء طبيعي. الحمد لله إنك عارف إنه شيء طبيعي. طيب في الحالة دي بقى نغير العقد. نغير إيه بالظبط في العقد؟ المبلغ، الأجر. وإيه الجديد اللي حصل عشان نزود الأجر أو المبلغ؟ الإعلانات. الإعلانات بسم الله ما شاء الله على البرنامج بتاعي، ربنا يزيده ويبارك. أمال هي المحطات التانية عايزة تتعاقد معايا ليه؟ أيوة بس إحنا لينا وضع خاص يا شيخ عاطف. القناة دي تعتبر زي الست والدتك، هي اللي ادتك أول فرصة وهي اللي عرفت الناس بيك وهي كمان. يا سيدي الفاضل لو سمحت من غير ما تكمل، أنا حافظ الكلام ده كويس وما أقدرش أنكره، لكن الحق حق. بعدين الأم الصالحة الطيبة المؤمنة هي اللي بتعرف إزاي تقدر ولادها وتديهم حقوقهم. عايز زيادة كام يا شيخ عاطف؟ هو العقد هيبقى حصري مش كده؟ طبعًا. وعشان القناة دي هي أمي نقول خمس أضعاف الأجر الحالي. لعلم حضرتك أنا معروض علي 10 أضعاف الأجر ده وأخد كمان نسبة من الإعلانات. أنا اسمي في السوق بقى عالي أوي أوي أوي. بص يا عم عاطف، انت اول واحد عارف انك لا شيخ ولا عمرك درست الدين دراسه اصيله، والكتب اللي انت بتنقل منها هي قدامك اهي. انت ممثل بينسى دوره اول ما بيخرج من باب الاستوديو، وزي ما المحطه دي عملتك قادره تعمل مليون غيرك.
معهد الفنون المسرحية مليان ممثلين كلهم يتمنوا يبقوا مكانك وبربع تمنك. وانت مبروك عليك الرزق الجديد. المقابلة انتهت يا مولانا. الولد يا أشرف بيه ملوش أي علاقة بالإخوان، اعترف صراحة. وانت يا أشرف يا ابني باعتبارك وكيل نيابة تقدر قيمة الاعتراف. خلاص يا أستاذ عبد الحميد، الاعتراف ما بقاش سيد الأدلة. في ناس كتيرة قوي بتعترف بجرائم عملتها ناس تانية، والأسباب كتيرة قوي. أنا معاك، بس برضو مهما كان البني آدم يقدر يحس ويميز بين الاعتراف الحقيقي والاعتراف المزيف الكذاب لحد كبير. ما علينا، المهم إن هو اعترف لي، اعترف لي إنه انتهازي فعلا زي الموضة اللي ماشية. البنت أبوها إخواني مهم، وكل اللي محيطين بيه من كبار الإخوان، عشان كده كان لازم بسلامته يبقى زيهم. ما سألتوش يا أستاذ عبد الحميد، المسألة دي إلزام ولا اختيار؟ قصدك يعني موضوع إن الإخوان بيتجوزوا من بعض؟ أيوه. طبعا سألته، قال إن ده مبدأ قابل للتسامح فيه عند الضرورة. حس إن مبدأ التسامح موجود، ليه ما تسامحوش معاه وقبلوا بيه زي ما هو كده؟ لا، مع الكبار لا، مع الكبار مفيش تنازل، وأبوها قيادة إخوانية كبيرة، يعني الولد يا يبقى منهم يا لا. هو لازم تكون في أسباب تانية يا أستاذ عبد الحميد، وكان مفروض إنه يقولك عليها. هو لا عارف حاجة ولا فاهم حاجة، زيه زي الجيل بتاعه كله. لكن أنا بقى اللي سألت وعرفت، هما ما بيحبوش حد غريب يخش وسطيهم. ايوه، والمستشفى ضمن المشاريع الاستثماريه بتاعت الاخوان، وكل مشاريع الجماعه في المجالات المختلفه ليها اصل واحد ومنبع واحد. يعني ايه يا استاذ عبد الحميد؟ يعني شركات المقاولات ومصانع النسيج والسخانات والثلاجات والسوبر ماركت ومحلات الاكل واللبس ومعارض الاساس وغيره وغيره وغيره، كل دي أموال واستثمارات كبار رجال الإخوان، وكل دي حلقة واحدة. الحلقة دي محدش يقدر يطلع منها أبداً، ولازم تفضل مقفولة عليهم. أيوة، بس أنا أعرف حالات كتيرة قوي بنات إخوان متجوزين من شبان مش إخوان. وهو أنا قلت لأ؟ ما أنا قلت لك إنهم بيسمحوا بالتسريب، لأن عندهم قناعة إن العنصر بتاعهم قادر على إنه يحول قناعات وأفكار الطرف التاني، بس ده بيستخدموه مع الإخوان الصغيرين الغلابة اللي هم على هامش الجماعة، لكن الكبار لأ. ولو مش مصدقني أشرف يا ابني، أنا مستعد أعدلك أسماء كتير وكبيرة قوي، وشوف مين متجوز مين. ما فرقوش عن غيرهم يا أستاذ عبد الحميد. أنت صح يا ابني، نفس الجملة اللي أنت قلتها، أنا ممكن أعدلك أسماء كبيرة قوي وشوف مين متجوز مين. هتلاقي العربيات بتتجوز العقارات، والمستشفيات بتتجوز الأراضي، وشركات الحديد بتتجوز السياحة. بس خلي بالك يا ابني، الجوازات اللي انت بتقول عليها دي كلها جوازات غير شرعية ومنبوزة، لأنه في الحالة دي المؤنث بيتجوز مؤنث. عامل ايه بس يا أستاذ أشرف؟ ما هو شر البلية ما يضحك. على كده بقى الإخوان بيجوزوا المذكر للمؤنث. طبعا ضروري، لا في الحالة دي بالذات لازم يمشوا شرعي ولا إيه؟ طب لما دول كده ودول كده فاضل لنا مين؟ لغاية كام سنة فاتوا كان في شريحة كبيرة جدا كانت شايلة مصر كلها على كتافها، كانوا مسمينها الطبقة المتوسطة. لكن للأسف يا ابني دول دهسوها ودول دهسوها لحد ما بقاش فاضل منها حد. يلا المهم دلوقتي اقدر استسمحك يا ابني واطلب منك الطلب اللي انا عاوزه؟ تحت امرك طبعا. قول لهم يا اشرف يا ابني، قول لهم ان تيمور عبد الحميد يونس ملوش اي علاقه بالاخوان. هما مين دول اللي هقول لهم يا استاذ عبد الحميد؟ اللي عندهم الملفات، ويا ريت تقول لهم يقطعوا او يعدموا الملف بتاعه خالص. شوف يا استاذ عبد الحميد، مبدئيا كده وحسب معلوماتي مفيش ملفات بتتقطع او بتتعدم، اللي ليه ملف بيفضل ملازمه طول عمره زي شهاده الميلاد. لا حول ولا قوه الا بالله، يعني ابني هيفضل محسوب طول عمره على الاخوان؟ لا طبعا. لا طبعا ازاي والملف بتاعه موجود؟ اهم حاجه ان الملف ده ما يدخلوش ورق جديد، لازم يفضل مقفول وما يتفتحش تاني ابدا. بعدين الموضوع ده بعيد عني اصلا عن النيابه كلها، ده هناك عند الاجهزه الامنيه.
ايوه بس انت على الاقل برضو تقدر تتكلم معاهم. تتكلم مع مين وتتكلم تقول ايه وتطلب ايه يا استاذ عبد الحميد واحنا مش عارفين بكره في ايه؟ عندك حق. سؤال اخير يا اشرف يا ابني، هي انتهاز دي تهمه يعاقب عليها القانون؟ اكيد لا، ما انا عارف. يلا ربنا يسترها معانا ويحسن ختامنا. ابعت هاتبه فيها يا جماعه. حاضر يا فندم. صباح الخير يا شبيه. صباح الخير يا استاذ. خير؟ جاي في كعبي كده ليه؟ العادي بتاعنا يا شبيه، في قضيه جديده الرئيس احلى على سعادتك. على الصبح كده؟ تصدق وتؤمن بالله انا جاي النهارده وحاسس ان هلاقيك شايل قضيه. حطها عندك على المكتب. عندكش فكره عن نوع القضيه؟ رشوه، قضيه فساد يا اشرف بيه. تؤمر سيادتك باستدعاء المتهمين؟ جرى ايه يا بني ادم؟ مش لما اقرا ملف القضيه الاول؟ ولا انت فاكرني محاور من بتوع التلفزيون هيسال الضيف بتاعه بتحب الصيف اكتر ولا الشتاء؟ نسوي التلفزيون صحيح. روح لحالك دلوقتي. امر سعادتك. ماشي. وانا كمان اللي عاوزني يكلمني في وقت لاحق. اشرب الشاي وكل النيابة اللي عند القضية حتة سكرة. هو كتير قوي. هو مكتب وكيل النيابة فين؟ في نفس الدور ده قدام شوية. تعمل ايه هنا يا سطوح؟ وانت ما تعرفش يا فؤاد بيه؟ انا وانت بقينا متساويين بالظبط. انا متهم وحضرتك متهم. انا متهم؟ انت عارف ان طلبات سعادتك قوي. طلبات ايه يا فؤاد باشا؟ هو انا من بتوع الطلبات؟ عفوا يا فندم. يا فؤاد انا بخدمك علشان انت راجل لطيف. هو ايه الموضوع وفي اي محكمه؟ المحامي هو اللي يعرف يا فندم. طب اسال المحامي واعرف منه وبقى كلمني يا فؤاد. جمايلك مجرقانه يا فندم وربنا يقدرنا ونرد. واضح اني متراقب ومكالماتي مسجله. الظاهر تهمتي كبيره قوي. اتمنى انها ما تكونش تخابر مع دوله اجنبيه. مش تليفون حضرتك اللي متراقب يا استاذ فؤاد، ده تليفون الطرف الثاني اللي كنت بتكلمه. ايوه بس الطرف الاخر ده شخصيه محترمه جدا وليه مكانته، واظن كمان عنده حصانه. تليفونه يتراقب ليه؟ النقطه دي مش موضوعنا دلوقتي. احنا عاوزين نعرف طبيعه العلاقه اللي بينك وبينه. صاحبي صديق من ضمن اصدقاء كتير جدا. خلي بال حضرتك انا عندي اصدقاء كتير جدا، في منهم الكبير وفي منهم البسيط. عادي جدا. ما سبب سؤالك عن السيد المستشار حمدي الفولي؟ معرفوش، بس الحقيقه في صداقه بين ابنه وبنتي وصداقه تطورت وهتقلب الظاهر بمشروع خطوبه، فقلت يعني استشير صديق من اصدقائي عشان اعرف حاجات عن الاسره. وحضرتك عارف ان انا عندي اصدقاء كتير. بس ممكن اعرف تهمتي ايه؟ سطوحي بتاع الشهر العقاري قابلته بره بيقول ان انا متهم زيه بالظبط. انا عايز اعرف ايه علاقتي انا بسطوحي بتاع الشهر العقاري؟ وسطوحي ذات نفسه تهمته ايه؟ انت متهم بدفع مبلغ قدره 1000 جنيه لمدعو رجب سطوحي على سبيل الرشوه. انا اسف سعاده البيه، 1000 جنيه بقت رشوه؟ على كده بقى اي 50 جنيه او 100 جنيه بديها للمنادي بتسجلوها؟ وبعدين انت عرفتوا ازاي ان انا اديته 1000 جنيه؟ كده بقى يبقى انا تليفوني متراقب ومكالماتي كلها مسجله. عند حضرتك تفسير للحكايه دي؟ يمكن الاجهزه الرقابيه اللي كانت متابعه صح. كده بقى يبقى الاجهزه الرقابيه توسعت سنه في المراقبه. هي الناس مش ليها حقوق ولا ايه يا سعاده البيه؟ الحقوق محفوظه يا استاذ فؤاد، لكن كل حاله وليها ظروفها. كل حاله وليها ظروفها. شوف يا سعاده البيه انا مش هطول معاك. انا معايا 3 محامين بره من كبار محامين البلد، ممكن يحضروا معايا التحقيق ده. بس التحقيق ده بالذات انا مش محتاج مساعده حد فيه. ولو حضرتك عايز العدل اسمع اقوال رجب سطوحي الاول قبل ما تسمعني، عشان انا مش هتنقل من هنا الا ورجب سطوحي معايا، لانه صديق وحضرتك عارف ان انا اصدقائي كتير. رجب عبد الفتاح سطوحي، سن 42 سنه، موظف في الشهر العقاري، محل الاقامه البساتين شارع نعناع. رقم كام؟ لا يا باشا انا لسه ما وصلتش ان انا اسكن في بيت له رقم ونمره،
ده حتى الشارع ملوش اسم. انت مش بتقول اسمه نعناع؟ ايوه يا باشا، ده الاسم اللي احنا مطلعينه على الشارع مش الاسم بتاع الحكومه. ونعناع ده يا باشا بلاش يا باشا دي، قول لي يا استاذ. بس انت باشا يا سيدي. انا راضي بالاستاذ، حلو قوي عليا. ها مالها بقى نعناع دي؟ الست اللي بتبيع ورد لزوار المقابر اللي جايين يزوروا امواته، وساكنه على ناصيه الشارع، عشان كده سمينا الشارع على اسمها. طبيعه عملك ايه في الشارع العقاري؟ موثق. انت متهم بانك تقاضيت مبلغ 1000 جنيه على سبيل الرشوه من السيد فؤاد ابو العطا نظير تسهيل الاجراءات الخاصه بتوثيق عقد بيع لصالح المتهم الثاني. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر. اديك حضرتك قلتها بلسانك، تسهيل اجراءات دي حاجه المفروض اكافئ عليها وافتخر بيها كمان، والمفروض ان اي موظف في الدوله يقوم بتسهيل الاجراءات. الحمد لله، الحمد لله ان الواحد مش متهم في تزوير مستندات ولا لعب في دفاتر واوراق. ايوه يا راجل، تسهيل الاجراءات بدون مقابل، لكن لما تاخد 1000 جنيه عشان تسهل الاجراءات تبقى رشوه. عشان كده سؤالي ليك، انت خدت 1000 جنيه على سبيل الرشوه؟ لا يا بيه، انا خدت ال1000 جنيه بس مش على سبيل الرشوه. اه خدتهم سلف مثلا؟ لا ولا سلف، اكراميه. تبقى رشوه يا راجل. خلاص يا بيه بلاش تبقى اكراميه، صدقه. صدقه عطف بيها راجل غني على راجل غلبان زي حالاتي. اظن مفيش قانون بيعاقب الفقراء ان هم ياخدوا صدقه، ولا الاغنياء ان هم يدوا صدقه. انا مش عاوز مراوغه يا راجل، كل ما تكون واضح وصريح في التحقيق كل ما يكون وضعك افضل. اكتر من كده وضوح يا بيه ايه؟ عليا الحرام، انا ما بكذب عليك، وهكذب عليك ليه؟ انا بقول الحقيقه. يا رجب اللي انت قلته ده اعتراف، كان ممكن اقفل التحقيق وتحال القضيه وتبقى تحكي براحتك بقى، انت المحامي بتاعك في المحكمه. لا محامين ايه، هو احنا قد المحامين؟ ما انا عايز احكي لحضرتك. وهو ده اللي انا عايزه منك يا رجب. يا بيه فؤاد بيه ابو العطا زبون عندنا في المكتب، وزبون محترم كمان. يعني ايه زبون؟ هو انتوا فاتحين دكان بقاله؟ ده مكتب شهر عقاري. خلاص يا بيه، عميل، عميل محترم ودائم التعامل مع المكتب. جميل. لكن عمر رجله ما خطت المكتب عندنا، كان دايما بيتعامل معانا دليفري. ايه؟ خدمه دليفري، احنا بنسميها كده. ينتقل الموظف الشهر العقاري للمكان المطلوب تواجده فيه ويقوم باجراءات التوثيق. وفؤاد بيه ابو العطا كان دايما يتعامل معانا بالشكل ده، ويدفع الرسم المقرر قانونا. الرسم المقرر قانونا. يبقى ال 1000 جنيه وضعهم ايه بقى يا رجب؟ ما قلت لحضرتك صدقه. رجب يا بيه صدقه يا بيه، انا هاخد رشوه ليه بس؟ انا لا عملت حاجه غلط ولا طلب مني ان انا اعمل حاجه غلط. قلت لحضرتك اكراميه ما نفعش، تبقى صدقه. وعلى فكره مش انا بس اللي عايش على الصدقه اللي بالنوع ده، كتير قوي من زمايلي عايشين عليها وبيتنشقوا عليها كمان. انا شغال موظف بقالي 10 سنين وعندي 4 عيال كلهم في المدارس، احسب بقى اكلهم وشربهم وتعليمهم ومواصلاتهم، كل ده ب 300 جنيه. 300 جنيه تمن اكله كباب ياكلوها نفرين ويقوموا جعانين كمان. مره حسبت المهية بالدولار طلع 52 دولار. اهبل مين اللي يصدق ان في مواطن عايش هو ومراته واربع عيال وفاتوره كهربا ب 150 جنيه وعايش بالمهية بتاعته ديت؟ سعاده البي احنا عايشين بالعافيه، يا اما بالسرقه يا اما بالصدقه. وانا بقى من بتوع الصدقه. رجب انت عارف ان القانون قانون. على راسي يا بيه ما قلناش حاجه. هو القانون ده بيوصل لايه؟ مش للعدل؟ انا مش طالب غير العدل. رجب تحت امرك يا بيه. انت خدت ال 1000 جنيه اثناء تاديه عملك الرسمي؟ لا يا بيه، انا خدت ال 1000 جنيه الصدقه بعد انتهاء اوقات العمل الرسمي. طب اشرح لي ازاي خارج اوقات العمل الرسمي؟ انا اقول لحضرتك، واحنا شغالين ديليفري خارج المكتب، اول ما افتح دفتر الشهر العقاري واقوم باجراءات التوثيق انا كده داخل اوقات العمل الرسميه. اول ما اقوم باجراءات التوثيق واقفل الدفتر بقيت خارج اوقات العمل الرسميه، وابقى حر اعمل اللي انا عايزه. ان شاء الله مش هبيع مناديل ورق في الشارع.